بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله هنبص مع بعض على البايثون في ساعتين ونص، نلمها كلها من اولها لاخرها. لو عاوز شرح مفصل اكتر من الشرح ده، في شرح مفصل على القناة بفضل الله موجود، لو عايز ترجع له في اي وقت ترجع له. تنزيل البايثون من الانترنت وتصطيبها على جهازك سواء كان ويندوز او لينكس او ماك من اسهل مما يمكن بفضل الله. ممكن تنزل اي كود اديتور انت بتحبه وتتعامل معاه وتكتب عليه بالبايثون بكل سهولة بفضل الله. كل الكيك بتاعك، اشرب القهوة بتاعتك، خليك كلك نشاط وحيوية، وابدأ معايا في البايثون، لان الفيديو ده للمحترفين. الفيديو هيكون ريتمه سريع، الفيديو ده محتاج تركيز، الفيديو ده ممتاز بفضل الله. برحب بكم جميعا، ويلا نشوف مع بعض البايثون وجمال البايثون. عملنا ملف اسمه test.py علشان نجرب عليه. طبعا الطباعة في بايثون سهلة جدا، لو انا قلت print وبين القوسين دول بحط الحاجة اللي انا عايزها بطبعها على طول. يعني مثلا لو انا عايز اطبع قيمة نصية ما بين دبل كوت مفيش مشكلة، ولو انا عايز اطبع قيمة نصية ما بين سنجل كوت برضو مفيش مشكلة، ولو انا عايز اطبع رقم انتجر برضو مفيش مشكلة، ولو انا عايز اطبع رقم فلوت فيه كسور مفيش مشكلة، ولو انا عايز اطبع قيمة منطقية سواء كانت ترو او كانت فولس مفيش اي مشكلة، ولو انا عايز اطبع النن العادية اللي هي ولا حاجة مفيش اي مشكلة. هعمل سيف للكلام ده وهعمل F5. اهو الاوتبوت بتاعنا زي ما احنا ما شايفين، طلع القيمة النصية والارقام وكل الكلام ده. طبعا لو انت عندك قيمة نصية محطوط ما بين دبل كوت لو عايز تحط فيها سنجل كوت عادي، ولو انت عندك قيمة نصية محطوطة ما بين سنجل كوت عايز تحط فيها دبل كوت عادي برضو. اهو لو جيت شغلت وعملت رن هتلاقي الاوتبوت بتاعتك طالعه زي الفل في الطباعه. طبعا انا ممكن ببرنت واحده اطبع اكتر من مره، يعني ممكن اجي هنا اقول انا هنا عملت برنت لقيمه نصيه، ممكن اخد كوما واعمل برنت لقيمه نصيه تاني مفيش اي مشكله، وممكن اخد كوما واعمل برنت مثلا لرقم، ممكن اخد كوما واعمل برنت مثلا لترو وهكذا. لو جيت حفظت وجيت شغلت على كده هتلاقي الاوتبوت بتاعتك طالعه بيعمل ايه، بيطبع وبيسيب مسافه ما بين كل طباعه والتانيه بايه، ببرنت واحده. لو انا عملت جمل هتتنفذ ورا بعضها، يعني مثلا خليني كتبت هنا هلو 1 وكررتها هلو 2 هلو 3 طبيعي لو انا جيت عملت سيف وجيت شغلت على كده هيطبع لك هلو 1 هلو 2 هلو 3. طيب خليني جيت هنا وعايز اخرج من البرنامج تماما، اكتب اكزت وقوسين واشغل، ادي سيف، شغل كده معايا ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيه طبع لك هلو 1 وهلو 2 بس. ده ليه؟ ده عشان احنا خرجنا من البرنامج. لو انا عايز انفذ اكتر من جمله في نفس السطر، يعني مثلا كتبت برنت هلو 1 وعايز اكتب بعدها جمل ثانيه بحط سيمي كولون، سيمي كولون واكتب الجمله اللي بعد منها، وبعد كده سيمي كولون واكتب الجمله اللي بعد منها وهكذا. ولو جيت عملت سيف وجيت شغلت على كده هتلاقيه اشتغل عادي جدا وكانك كاتبهم كل جمله في سطر. طبعا انا ممكن ادمج النصوص بكل سهوله عن طريق ان انا لو انا جيت عندي قطعه نصيه زي كده وعندي قطعه نصيه تاني زي كده، ايا كان اللي فيها ايه بحط دمج بالرمز بلس زائد بتخليني ادمج. ولو عملت سيف وجيت شغلت بالطريقه دي هتلاقي اللي انت دمجته وكانه نص واحد، طبعا باختلاف حالاتها، اختلاف حالاتها ان مثلا ادمج نص معمول بالسنجل كوت مع نص معمول بالدبل كوت مفيش اي مشكله عندي بفضل الله. ولو جيت حفظت وجيت شغلت بالطريقه دي هتلاقي الشغل بتاعك تمام زي الفل، والدمج بسيط جدا 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 مع البايثون. لو عاوز تعمل المعاملات الحسابيه الارثماتيك اوبريتورز سهله جدا، وهي الجمع والطرح والضرب والقسمه وباقي القسمه. لو جيت شغلتهم كده هتلاقي طلع لك الجمع والطرح والضرب والقسمه وباقي القسمه. ولو انت عايز تعمل حاجه سبيشال في عندك حاجتين في بايثون ممكن تعملهم، وهما مثلا لو انا جيت قلت 7 على 3 ده طباعه هيطلعها لك بكام، هنا طلعها بكام، باتنين بوينت كذا كذا كذا. لو عملت علامتين قسمه هيشيل الكسور، شغل كده معايا وبص معايا على اخر ناتج هتلاقيه شال الكسور بالفعل. وفي حاجه تانية ان انا اقول له برنت، تخيل معايا انا هقول له ايه، 5
ضرب ضرب 3، ده معناه ايه؟ معناه اكني بقول له طلع لي الناتج 5 اس 3، يعني 5 باور 3، وجيت شغلت بالطريقه دي كده هيطلع لك 125، وهو فعلا 5 اس 3. تعريف المتغيرات سهل جدا جدا في بايثون بفضل الله، وهو انك كل اللي بتعمله بتكتب اسم المتغير وتقول بيساوي كذا وخلاص على كده. يعني انا مثلا عملت نم 1 بيساوي 7، وعملت نم 2 وقلت مثلا بيساوي 3، ورحت عامل متغير اسمه ريزلت وقلت ده بيساوي النم 1 زائد النم 2، فجيت هطبع الريزلت فقلت برنت، ورحت عامل ايه؟ قلت له اطبع لي هنا الايه؟ الريزلت، وجيت عملت سيف وجيت شغلت هتلاقيه طبع لك الناتج بتاعهم وهو 10. طبعا ممكن تعرف متغيرات فيها قيم نصية وتدمج كمان، مفيش اي مشكلة، وهيطلع لك النواتج زي الفل. وطبعا ممكن تعرف متغيرات على التوالي، بمعنى يعني انا مثلا عندي قلت عندي النيم 1 كوما والنيم 2 كده خد بالك كوما والنيم 3 كده، انا عرفت ثلاث متغيرات. ممكن اجي اقول لهم ده بيساوي، بيساوي ايه؟ بيساوي خد علي وحطه في اول قيمة اول متغير، وخد عمرو وحطه في تاني متغير، وخد عز وحطه في تالت متغير، يعني ده هيروح لده وده هيروح لده وده هيروح لده، دول كده على التوالي. ولو انت جيت طبعتهم مفيش اي مشكله، لو انا عملت برنت ورحت عامل اطبع لي النيم 1 واطبع لي النيم 2 واطبع لي النيم 3 وعملت سيف اوكي وجيت عملت تشغيل، هتلاقيه طبع لك التلات اسماء ورا بعض. وطبعا المتغيرات اللي على التوالي مش شرط تكون من نوع واحد سترنج، لا ممكن تنوع، ممكن تخليها رقم نص، رقم بكسور، قيمة منطقية، اي حاجة انت عايزها بفضل الله، ممكن تعمل اي حاجة انت عايزها بفضل الله. لو جيت عملت سيف على هذا الكلام وجيت شغلت كده هتلاقي الشغل بتاعك اتطبع عادي جدا بفضل الله. وطبعا المتغير ما بيشيلش جواه غير قيمة واحدة بس، يعني لو انت جيت عملت حاجة بالمنظر ده، انت دلوقتي حطيت في النيم عادل وجيت طبعته وجيت حطيت فيه احمد وحطيت فيه عمرو، هو اخر حاجه هيطبعها عمرو لان هو دي اخر حاجه شافها. فلو انت عملت سيف وجيت شغلت بالمنظر ده كده هيطبع لك ايه؟ هيطبع لك عمرو، لان دي اخر حاجه المتغير شالها وحفظها جوه منه. طبعا المتغيرات في البايثون بتاخد انواع بياناتها مقابل القيم اللي انت بتحطها فيها. يعني مثلا انا عندي هنا متغيرات مختلفه القيم، ده رقم صحيح وده رقم بكسور وده قيمه منطقيه ودول نصوص، فهنا كل واحد من دول هياخد داتا تايب معينة على حسب القيمة اللي انت اديتها له. يعني انا لو عايز اشوفهم هقول له برنت اطبع، اطبع ايه؟ انا هستخدم دالة تانية اسمها طيب، الطيب دي هتظهر لي نوع البيانات بتاعت كل متغير، اقول له اطبع لي النوع بتاع الايه؟ بتاع الفار 1، ونفس القصة هكررها هقول له اطبع لي كمان الفار 2 واطبع لي النوع بتاع الفار 3، وخد بالك كل واحد منهم قيمة مختلفة، واطبع لي النوع بتاع الفار 4 واطبع لي النوع بتاع الفار 5، ده كتجربه. طب ممكن تطبع طيب لاي حاجه انت عايزها، فكل واحد هيبان بالشغل بتاعه. ادي سيف وادي تشغيل، وتعالى بص، قال لك اول واحد ده انت انتجر، تاني واحد فلوت قيمه كسريه، تالت واحد ده بوليان قيمه منطقيه، بعد كده الاثنين التانيين اس تي ار اللي هو سترنج قيمه نصيه. فبكده انت تقدر تعرف النوع بتاع المتغيرات. لو عايز اعمل متغير نصي متعدد الاسطر الموضوع بفضل الله سهل جدا. لو انا مثلا عملت متغير اسمه my underscore str ورحت جاي قايل له ده بيساوي، بقول له دبل كوت دبل كوت دبل كوت، وفي الاخر بعمل دبل كوت دبل كوت دبل كوت، وما بينهم بكتب اي عدد من الاسطر اللي انا عاوزها باي طريقه باي وضع انا عايزه. وفي النهايه لو انا جيت وطبعته هيقول لي اطبعه عادي مفيش اي مشكله الماي اس تي ار، ولو جيت عملت سيف وجيت شغلت هيطبع لك محتوى الماي اس تي ار زي انت ما عملته بالظبط. يعني لو انا عندي حاجه زي كده تطبع عادي بفضل الله مفيش اي مشكله، مع انها متعدده الاسطر ولكن تتعمل عادي مفيش اي مشكله، واهو سيف وادي تشغيل هتلاقي المحتوى مطبوع زي الفل. ونفس القصه مش شرط يكون دبل كود دبل كود دبل كود، انت ممكن تعمله سنجل كود سنجل كود سنجل كود، بس في الاخر يكون بردك سنجل كود سنجل كود سنجل كود علشان يتظبط معاك. هتلاقيه يا اما كده يا اما كده، انت بتتعامل زي ما انت عاوز. ممكن تكون انت محتاج دبل كود جوه وممكن تكون محتاج سنجل كود جوه، لو انت عاملها بسنجل كود وحاطط دبل كود عادي والعكس صحيح. ولو انا جيت عملت سيف وجيت شغلت كده هتلاقي المحتوى مطبوع عادي بفضل الله.
طبعا ممكن اكرر النص في بايثون بسهوله بفضل الله. لو انا جيت مثلا عملت برنت ورحت قايل له هنا اطبع لي حرف الاي، تمام، وحطيت قبليه مسافه وبعديه مسافه ايا كان النص، وعملت سيف وجيت شغلت، هتلاقي الطبع كام مره؟ الطبع مره واحده. تعرف لو جيت قلت له الاي في خمسه هيطبعه لك 5 مرات، اعمل سيف كده وشغل، بص هتلاقيه طبعه لك 5 مرات. انت بتضرب اكنك بتضرب بالظبط، واخد بالك؟ لو انت مثلا جيت هنا وقلت شفت اعمل لي مسافه، شفت اسم عمرو، خد لي مسافه بعديه اضربه مثلا في 3، وجيت شغلت بعد ما عملت السيف هتلاقيه طبعه لك 3 مرات، مع انك انت ما كتبتوش غير مره واحده، وكده انت كررت النص بسهوله في بايثون بفضل الله. لو عاوز تستخدم السلاسل النصيه او سلاسل الهروب او الاسكيب سيكونس سهله جدا بفضل الله في البايثون. يعني عندك الباك سلاش ان سمول دي عشان تنزل سطر، وبتعمل باك سلاش ان كابيتال، وبعد كده ما بين اقواس مجموعه بتكتب المسمى المتعارف عليه لرمز معين يظهر لك. وعندك انت ممكن تعمل باك سلاش اكس سمول وتكتب بعدها 2 هكسا ديسيمال للتعبير عن حاجه معينه، او تعمل باك سلاش يو سمول وبعدها تعمل 4 هكسا ديسيمال للتعبير عن حاجه معينه، وممكن تعمل باك سلاش يو كابيتال وبعدها تعمل 8 هكسا ديسيمال للتعبير عن حاجه معينه. وكل ده لما يتطبع بفضل الله هيديك الحاجه اللي انت طلبتها منه. يعني هنا مثلا خد سطر جديد وبعد كده كتب اوكي، وهنا كتب الحاجات اللي انت كاتبها له سواء كانت كوبي رايت او غيرها، وهنا طبع الحاجات اللي انت عملتها له، هنا 41 بتعبر عن حرف الاي، هنا 42 بالهكسا ديسيمال طبعا بتعبر عن البي، وهنا 43 بالهكسا ديسيمال بتعبر عن السي. فكده بتعمل سكيب سيكونس بكل سهوله في البايثون. في عندك شويه سكيب سيكونس تانية جميله جدا بفضل الله، وهي قدامك اهي، تعال نبص عليها مع بعض. بص هنا مثلا، هنا لو انت عايز توصل للسنجل كوت داخل نص معمول عليه سنجل كوت، وهنا لو عايز توصل للدبل كوت داخل نص معمول بالدبل كوت، وهنا لو عايز توصل للباك سلاش نفسها، تمام، وهنا لو انت عايز تعمل فورم فيد سواء كنت هتعملها بباك سلاش اف او باك سلاش ان كابيتال وتحط ليها هنا رمز معين اف اف، زي مثلا عندك باك سلاش ان سمول بتعمل لك سطر جديد ليها اختصار ال اف، يعني بتعمل باك سلاش ان كابيتال وبين قوسين مجموعه بتكتب ال اف بالطريقه دي كده، فبتروح مطلع لك بالظبط اكنك عملت ايه، باك سلاش ان يعني نيو لاين، لاين فيد، تمام. وعندك برضو لو انت عايز تعمل ريتيرن بتعمل ريتيرن عادي ما فيش مشكله وليها اختصار طبعا، تمام. وهنا لو انت عايز تعمل بيب اللي هي الزماره، تمام، بتتعمل، تمام، باك سلاش ايه بتعملها لك او الرمز بتاعها اهي بل خلاص. وعندك هنا لو انت عايز تعمل باك سبيس اكنك بترجع، يعني اكنك بترجع بالسهم، فهنا عندك مثلا انا كاتب ايه راد كات، فرحت عامل ايه هنا، رحت عامل راجع مره وكتب حرف الار، فرجع راح هيكتب هنا ار، هيرجع مره واحده ويكتب هنا ار، بعد كده هيبقى واقف هنا، يجي ترجع كم مره، ترجع مره، خد بالك اختصارها بي اس، ها هترجع كم مره بعد كده بعد حرف الار، ترجع مره 2 3 4 5 6 ويروح كاتب اي، تيجي تبص هنا تلاقيه راح واقف هنا اهو، ادي ايه 1 2 3 4 5 6 ويروح حاطط هنا اي، فهتبقى ريد كار بدل راد ايه كات، هنشوفها دلوقتي، تمام. عندك هنا الباك سلاش تي عشان تعمل تاب واختصارها تاب، عندك هنا الباك سلاش في سمول عشان تعمل فيرتيكال تاب واختصارها في تي مع الباك سلاش ان كابيتال طبعا، تمام. هنا عندك ممكن تعمل باك سلاش وتكتب بعدها 3 ارقام اوكتل 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 للتعبير عن اي حاجه انت عايزها بالمنظر ده. فلو جيت شغلت اهو سيف وجيت شغلت بالمنظر ده كده هتلاقي الاوتبوت عندك. اوكي تعالى نعمل مره كمان اهو، اوكي نكبر الاوتبوت شويه، دي الاوتبوت قدامك اهي، تبص عليها تشوف اللي حصل بالظبط اهو، تبص عليها تشوف ايه، شوف اللي حصل بالظبط اهو، ده اللي حصل اهو، بص هنا وصلت اهو للسنجل كوت، هنا وصلت للدبل كوت، هنا وصلت للباك سلاش، وهكذا فورم فيد بقى والكلام ده كله، تمام. ولو انت يعني شغلت بطريقه معينه هتسمع الايه الباك سلاش ايه، اوكي تمام. يبقى انت كده ايه اتعرفت كويس جدا على السكيب سيكونس مع البايثون.
المتغير الطبل اللي هو الصف في البايثون سهل جدا، يعني ممكن انا اعمل اي متغير واقول له انت بتساوي ما بين اقواس واحط القيم اللي انا عايزها، ايا إن كانت القيم دي عباره عن قيم منطقيه او رقميه او نصيه او اي حاجه. يعني لو انا عملت حاجه زي كده، انا عندي مثلا بيرسون 1 ليه شويه بيانات، وبيرسون 2 ليه شويه بيانات، وبيرسون 3 ليه شويه بيانات، بي 1 بي 2 بي 3، وجيت طبعتهم هيطبعوا معاك. حتى لو طبعت الانواع هتطبع معاك، يعني نوع كل واحد هتلاقيه مختلف. طب تعالى اشغل كده وجرب وبص معايا، هتلاقي كل واحد مختلف عن التاني. يعني مثلا ده نوعه اصلا طبل، يعني صف، وهنا عندك ده انت وده سترينج وده فلوت وهكذا. والمتغير الصف غير قابل لتغيير القيم التي بداخله. يعني انا لو جيت نده على اي حاجة من دول وجيت قلت له غير فيها مش هيقبل مني. لو جيت شغلت مش هيقبل مني، هيقول لي في ايرور، مش هيقبل مني. ليه؟ لان المتغير الطبل لا يتغير، المتغير الطبل لا يتغير، ما بتغيرش القيم اللي جواه. اشتغل بيه عادي يشتغل معاك زي الفل، لكن تغير القيم اللي جواه لا، ما يتغيرش. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا المتغير الطبل بكل سهوله بفضل الله. لو حبيت تعمل ليست او قائمه في البايثون، متغير ليست او متغير قائمه، بفضل الله سهل جدا. يعني انا ممكن اجي اعمل متغير واعمل بس قوسين كده، بس مش زي الطبل، الطبل كان قوسين كده، لا ده قوسين مربعين، قوسين مربعين، وجوه تحط القيم اللي انت عايزها، ايا كانت قيم مختلطه، سواء كانت قيم نصيه او قيم منطقيه او اي قيم، وتشتغل بيه عادي. يعني انا دلوقتي لو عندي حاجه زي كده بفضل الله تبقى سهله جدا. يعني مثلا عندي مجموعه من الارقام جوه الليست، مفيش اي مشكله. عندي مجموعه من النصوص جوه الليست، مفيش اي مشكله. عندي بيانات مختلطه جوه الليست، مفيش اي مشكله. تطبع القيمه نفسها عادي، تطبع القائمه كلها عادي، تغير حاجه فيها برضك عادي، مفيش اي مشكله بفضل الله، دي بتتغير عادي. انا عارف الصف الطبل ما بيتغيرش، لكن القائمه الليست بتتغير عادي، مفيش اي مشكله. لو جيت شغلت على كده بفضل الله هتلاقي الاوتبوت بتاعتك طالعه زي الفل معاك في المتغير الليست. انت ممكن كمان تعمل شويه تجارب عليها زي الفل. خلينا مثلا مع النيمز بس، شيل كل ده كده وخلينا مع ايه، مع النيمز بس. ممكن تيجي للنيمز دي تضيف عليها جديد، يعني مثلا ممكن اجي اقول لها يا نيمز، اقول لها دوت ابند. ابند الايه؟ ابند مثلا خدي الاسم ده معاكي عمار مثلا. مجرد ما اشغل، طبعا هعمل سيف الاول واشغل، تمام، هيطلع لك بايه؟ باسم جديد. يبقى انا كده عملت ايه؟ ابند. ممكن اقول لها يا نيمز دوت انسرت. طب انسرت الايه؟ انسرت انا عايز مثلا احط قيمه معينه، فين فين هتحطها؟ فين هحطها؟ اندكس بزيرو؟ لا، اندكس بواحد. ماشي، اندكس بواحد. عايز تحط مين؟ عايز احط مثلا ياسر، فاجي اعمل سيف واجي اشغل كده هتلاقيه حط لك ياسر في الاندكس واحد على طول. انت بتقول له، يعني انت بتقول له في الانسرت حطها في الحته الفلانيه بمزاجك انت. ممكن تيجي تقول له يا نيمز دوت ريموف، انا عايز احذف منك. احذف منك ايه؟ عايز احذف منك، شفت النيمز؟ اه، النيمز رقم كام اللي عايز تحذفه؟ عايز احذف اول واحد. سيف، تيجي تشغل تلاقي حذف لك ايه؟ تلاقي حذف لك اول واحد. فهنا انت بتتحكم فيها برضو. ممكن تحط شويه اسماء دفعه واحده في ليست ثانيه، يعني ممكن اجي اقول له يا نيمز دوت اكستند. اكستند الايه؟ اكستند، احط له هنا قايمه او متغير في قايمه عادي، احط له مثلا شويه اسماء ثاني، عمرو مثلا ورامي. وادي سيف وادي شغل، هتلاقيهم اتحطوا زي ما انت ما قلت. ممكن اخد كاب هنا في متغير تاني، يعني ممكن اجي هنا اعمل نيمز 2، تمام، دي بتساوي النيمز اللي عندي العاديه دوت، اقول له كوبي انسخها عادي جدا كده. انا خدت نسخه معايا. ممكن اجي على النيمز العاديه اهي، انا كل ده ما طبعتش، نيمز العاديه اقول لها دوت كلير، اتحذف كل القيم اللي فيكي. سيف واجي اشغل بالمنظر ده كده، هتلاقي النيمز الاولانيه فاضيه اهي. شغل بقى تاني معلش اف 5 كده اهو، تمام. اطبع بقى النمز التانية كده اهو، برنت، اطبع النمز 2، هتلاقي فيها القيم اللي اتنسخت قبل ما تحذف، اتنسخت قبل ما تحذف اهو، اتنسخت قبل ايه؟ قبل ما تحذف. يبقى كده القوائم بفضل الله سهلة جدا مع البايثون. لو عاوز تعمل متغير صف متداخل بفضل الله الموضوع سهل جدا مع البايثون. لو جيت عملت بالمنظر ده كده، تخيل معايا ان انت عندك العائلة الأولى فيها شوية أسماء في الطبل، والعائلة الثانية فيها شوية أسماء ثانية، والثالثة والرابعة، وجيت عندك هوم 1 البيت الأول، رحت حاطط فيه الفاميلي 1 بأسمائهم،
والفاميلي 2 باسمائهم، وجيت عندك هوم 2 رحت حاطط فيه الفاميلي 3 باسمائهم والفاميلي 4 باسمائهم. ده كده اصبح صف، بس مش صف عادي، لا صف عادي اللي هو ده، لا ده صف متداخل، يعني صف فيه مجموعه من الصفوف. يعني انت عندك هوم وجوه الهوم دي صفين، صح؟ وممكن تزود اكتر من كده، ممكن تعمل هومز وتحط فيه الهوم واحد والهوم اتنين والكلام ده كله، وتطبع اللي انت عايزه، سواء كنت عايز توصل للقيمه بالطريقه دي كده او كنت عاوز تطبعه هو كده. فلو جينا عملنا سيف وجينا عملنا تشغيل، هتلاقي اللي انت طلبت انك تطبعه اتطبع بكل سهوله. ولو عاوز تعمل متغير قوائم متداخله، نفس فكره الصف المتداخل، بس بدل الصف قائمه اهو، يعني بدل الاقواس العاديه اقواس ايه؟ اقواس مربعه، ونفس الفكره ونفس التشكيله ونفس كل حاجه. ولو جيت شغلت البرنامج بعد الحفظ هيطلع لك نفس النواتج، بس بدل الطبل يبقى ليست. لو عاوز تعمل متغير قاموس في بايثون، ده تحفه بفضل الله، جميل جدا. يعني كل اللي انت هتعمله، هتعمل المتغير بتاعك بيساوي، بتعمل قوسين مجموعه كده، وجوه قوسين المجموعه بتحط الكي وجنبها الفاليو. بس ازاي؟ الكي بتكتب مثلا اي دي، بعد كده نقطتين كولون وبتحط الفاليو بتاعتك كوما، بعد كده بتعمل الكي الثانيه كولن القيمة اللي فيها، وهكذا بنفس الطريقة دي، تمام؟ وتقدر تطبعه بفضل الله في أي وقت. لو جيت طبعته كده أهو سيف، وأدي تشغيل، واخد بالك؟ هتلاقي قدامك القاموس، كل كي ومعاها الفاليو بتاعتها، كل كي ومعاها الفاليو بتاعتها. يعني أنا أقدر دلوقتي مثلا أعمل حاجة زي كده، أحط مثلا بيرسون 1 وبيرسون 2 وبيرسون 3، وكل واحد منهم ليه خصائص معينه وليها قيم معينه، واطبعهم بالنداء عليهم. يعني انا جوه الاقواس المربعه وانا بنادي عليه، مش بقول له بقى زيرو ولا ون زي الطبل والليست، لا ده انا هنا بقول له الكي بتاعتك على طول. انا عايز النيم، انا عايز السالري، انا عايز الاكتف، وهكذا بالطريقه دي كده. لو عملت سيف وجيت شغلت، هتلاقي كل حاجه انت ناديت عليها بفضل الله بتتنادي عليها زي الفل. ممكن كمان لو احنا شلنا كل ده كده وجينا ندهنا على بيرسون واحد بس بالكيز والفاليوز، تجيب كل اللي انت عايزه. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اعرف الكيز اللي موجوده ايه، انده على الكيز قوسين، وعايز اعرف الفاليوز اللي جوه الكيز ايه، انده على الفاليوز قوسين. وادي سيف، بص شغل وهتشوف دلوقتي. بص الكيز بيقول لك انت عندك النيم والسالري والاكتف، ده الكيز، والفاليو اللي جواه عمرو و5000 وترو، وهكذا. فبتتعامل مع القاموس بكل سهوله. لو عاوز تحولهم لليست، بتيجي هنا تكتب ليست وتحطهم في الاقواس بتاعت الليست، يتحولوا معاك عادي خالص اهو. يعني دي انا كده حطيتها فين؟ حطيتها في ليست، ودي كمان تعالى نحطها في ليست كده اهو، تلاقيهم يتحولوا معاك لليست عادي اهو، علشان ما يتندهش عليهم زي ما اتنده من شويه، لا يتنده عليهم كليست ما بين اقواس الليست اهو. سيف، شغل كده معايا اهو، بقوا ليست عادي عشان تشتغل بيهم براحتك. وزي ما ندهت على الكيز لوحدها وندهت على الفاليوز لوحدها، انت ممكن كمان تنده عليهم كلهم. بدل ما تقول الكلام ده كله تقول ايه؟ تقول ايتمز اهو، ايتمز. وعايز تخليها كده براحتك كده اهو، شلت الاقواس الخاصه بالليست وعملت سيف وشغلت، تبقى كده طالعه معاك زي الفل خلاص. لو عايز تحولها لليست برضه مفيش اي مشكله، بفضل الله تتحول معاك لليست عادي جدا، بس الايتمز يعني الكي والفاليو جنبها، الكي والفاليو جنبها. لو عاوز تعمل متغير مركب باستخدام الست، هيبقى جميل جدا بفضل الله معاك. يعني مثلا تخيل معايا لو انت عندك نيمز وده بيساوي، بس هتقول له ست وقوسين فاضيين. لو جيت عملت برنت لهذا النيمز وجيت عملت سيف وشغلت بالمنظر ده، هتلاقيه طابع لك ايه؟ ست. بيقول لك دي مجرد ايه؟ مجرد ست. تمام، يبقى انا ممكن دلوقتي ابدا اكون بالست دي. يعني لو انا عندي حاجه زي كده، هعمل قايمه، القايمه دي فيها شويه اسماء، وبعد كده اقول له النيمز بتساوي الست، وما بين القوسين بتوع الست هحط القايمه بتاعتي. ولو جيت طبعتها على كده، هتلاقيها طبع لك الاسماء عادي، بس اسماء ايه؟ ست، معموله بايه؟ معموله بست. اقدر كمان اعمل قايمه ثانيه، يعني اقدر اجي هنا مثلا اقول له ايه؟ انا عندي ليست 2، الليست 2 دي فيها اسماء مختلفه ثانيه، يعني فيها مثلا ايه؟ فيها عمرو كوما، وفيها علي كوما، وفيها عز مثلا، تمام؟ وعايز ازود القايمه دي، كل اللي بعمله باجي هنا انادي على النيمز اللي انا عامل لها ست، ها؟ اقول لها دوت ايه؟ دوت ابديت. واجي هنا واروح حاطط ال 2. طب تيجي كده نعمل سيف وتيجي نطبع، اتطبعت كل الاسماء.
انت ممكن كمان تزود عليهم اسم اسم، يعني ممكن اجي هنا واقول له ايه، اقول له نيمز دوت اد، اد لي ايه، اد لي اسم مثلا ياسر. تمام، هو ياسر موجود قبل كده؟ لا. بص اعمل سيف وشغل، هتلاقي ياسر موجود هنا اهو. خد بالك الترتيب بيتغير. طيب هنا خد بالك، لو انا جيت رحت مكرر نفس السطر ده مره تانية بالمنظر ده كده، خد بالك ما بيقبلش التكرار. يعني انا كده ضفت ياسر مرتين، هو ما بيقبلش التكرار. لو جيت شغلت هتلاقي ياسر واحد بس، هتلاقي ياسر واحد بس ما بيقبلش. لو كررت اي حاجه ما بيقبلش. ممكن تعمل النيمز دوت ريموف، ممكن تعمل النيمز دوت ايه، دوت ريموف. ممكن اجي اقول له احذف لي ياسر. تمام، لو قلت له احذف لي ياسر هيحذف اهو. سيف وتعالى ايه نشغل كده، هتلاقيه حذفه لك اهو مش موجود. خد بالك بقى، لو انت حذفت اسم مش موجود هيعمل ايرور مع الريموف، هيعمل ايرور. سيف تمام، هيبدا يعمل ايه، يقول لك انا مش لاقيه، كي ايرور مش موجود، ياسر مش موجود. تمام، يبقى هنا بيعمل ايرور. لكن مع الديسكارد في حاجه اسمها ديسكارد، ديسكارد دي بتحذف برضو، بس بتحذف لو مش موجود ما تعملكش ايرور، تعديه. لو موجود تحذفه، لو موجود تحذفه اهو. يبقى انت كده تقدر تشتغل بكل سهوله. في كمان حاجه اسمها بوب، دي بتحذف لك اخر قيمه بس، والترتيب بيتغير، الترتيب بيتغير. سيف، لو جيت شغلت اخر قيمه ايه جت معاك المره دي قيمه معينه، تمام ياسر مثلا، تعال شغل مره تانيه جت معاك ايه قيمه تانيه نفس القيمه اهو. شغل جت معاك مين، عندنا احمد وعادل وعمر، لا ياسر احنا حذفناه اهو. جت معاك في مين المره دي، جت معاك في احمد موجود، عادل موجود، عمر موجود، عز موجود، ياسر ده موجود. هما هنا ستة وهنا خمسة، في اسم مش موجود وهو علي، المرة دي جت مع علي. طب ما تيجي نشغل تاني كده، علي موجود تمام، واللي اتحذف عادل، عادل مش موجود. خدت بالك، فالترتيب بيتغير، فهو بتحذف اخر حاجة. وطبعا لو عايز تحذفهم كلهم بتنده عليها وتقول لها دوت كلير، يحذف لك كل اللي ايه كل اللي فيها. شغل كده هتلاقيها ست فاضيه تاني رجعت فاضيه. خد بالك ممكن يبقى عندك اتنين ست وتعمل لهم اتحاد، يعني ممكن يبقى عندك اتنين ست كده بالمنظر ده وتعمل لهم الاتنين مع بعض اتحاد. شغل كده هتلاقي في اتحاد ما بين الاتنين، عملت يونيون تعمل يونيون وتحط التانيه، يعمل لك اتحاد بينهم على طول. وخد بالك لو انت عملت اتحاد بقيم متكرره مش هيقبلها وهيلغيها اهو. سيف شغل، هتلاقي القيم اللي متكرره مش موجوده. خد بالك ممكن يبقى عندك اتنين ست وتعمل انترسكشن عشان تجيب المشترك بينهم، يعني انت عندك دي اسماء هنا، ايه اللي موجود هنا وموجود هنا في نفس الوقت يجيبهولك، اللي موجود هنا وموجود هنا في نفس الوقت المشترك بينهم. خد بالك ممكن كمان تجيب المختلف ما بينهم، يعني تخيل عندك، لو انت عندك الكلام ده، بص لو انت عندك هنا مختلف نمز 2 بتختلف مع نمز 1 في ايه، بص سيف وشغل كده، بص بتختلف معاه في عاطف، عاطف. طيب العكس بقى، نمز 2 بتختلف، دي بتختلف مع نمز 2 في ايه، بتختلف معاها في عز وفي علي. فانت كده كمان تقدر تجيب المختلف بينهم. وبكده تفهم انك ممكن تعمل بالست حاجات كتير جميله بفضل الله. ممكن تبحث في الاشياء بسهوله جدا في البايثون، يعني مثلا لو انت عندك متغير في نص ايا كان النص ده، مثلا حسونه اكاديمي، اوكي. لو انت جيت هنا وبتقول ايه، بتقول اعمل لي برنت، عايز اعرف، عايز اعرف هل حرف الاتش كابيتال موجود في المتغير ده، في ان، بان بعمل ان وايه اكتب الحاجه. طبعا انا هعمل سيف وهاجي اشغل كده، اوكي اشتغلت معاك وطبعت لك ترو. طبعا لو مش موجوده تطبع فولس وهكذا. لو انت عندك متغير تمام، المتغير ده ما هواش نص، لا مش بس كده، ده كمان ايه، لو عندك متغير قايمه، يعني مثلا عمر وعلي وعز، تمام، اجي اقول له برنت اطبع كده وريني، عايز اعرف ها هل مثلا، هل عمر ان الفي. سيف شغل، قال لك ترو موجود. نفس الكلام لو طبل، نفس الكلام
لو طبل سيف شغل قال لك ترو. نفس الكلام لو مجموعه، نفس الكلام لو مجموعه سيف شغل قال لك ترو. نفس الكلام لو ست، نفس الكلام لو ست يعمل لك نفس القصه سيف شغل قال لك ترو. يبقى انت كده بتبحث بسهوله في كل حاجه في البايثون بفضل الله. لو انت عندك اي حاجه في البايثون، اي حاجه سواء كان متغير او كان قايمه فيها شويه عناصر وعايز تحذف حاجه من الحاجات دي، بفضل الله الموضوع سهل. كل اللي بتعمله بتكتب دل وتحط بعده الحاجه اللي انت عايز تحذفها. كده انت حذفت الفي. انت هنا لو جيت قبل الدل ده وقلت له برنت استخدم الفي وسيف وجيت شغلت، هيطبع لك الفي اللي هو فيه 7. لو انت جيت قبل البرنت قبل استخدامه عملت دل احذفه، احذف الفي، تيجي سيف تيجي تشغل، فين الفي؟ موجود فين؟ مش موجود، قال لك مش موجود. كذلك لو انت عايز تحذف عنصر من قائمه نفس القصه اهو، قول العنصر رقم 0 انا عايز ايه؟ احذفه. عايز ايه؟ احذفه. بص هوريه لك قبل ما تحذفه اهو، العنصر 1 صح. اقول لك على حاجه اطبعها كلها اهي، هيطبع لك كلها 1 2 3. تعال احذف، اعمل دل لايه؟ للفي 2 العنصر الاول، سيف شغل كده طار. فانت بتحذف اي حاجه انت عايزها بالدل. مهم جدا طبعا انك تعرف عدد الحاجات اللي عندك في البايثون. يعني مثلا لو انا عندي متغير اسمه نيم والنيم ده بيساوي احمد، لو انا عايز اعرف المتغير النصي ده مثلا في كام حرف، هعمل برنت. برنت الايه؟ هعمل برنت لعدد حروفه. ازاي اجيبها؟ باللين. لين وتكتب جوه القوسين بتوعها الحاجه اللي انت عايز تعدها، بس كده. تعمل سيف تيجي تشغل كده تلاقي ايه؟ بيقول لك اه 5 حروف. مش بس كده، انت ممكن تعد حاجات كتير، يعني ممكن تعد نصوص، ممكن تعد طبل، ممكن تعد ليست، ممكن تعد اي حاجه من الحاجات دي. لو انت عايز تعد اي حاجه من الحاجات دي بفضل الله تعدها. ادي سيف وتيجي تشغل تعرف عدد اي حاجه انت عايزها بكل سهوله. لو عايز تعمل تعليقات ليك انت كمبرمج، تعمل قبل الحاجه اللي انت هتكتبها هاش. هاش الحاجه اللي انت هتكتبها بعد كده دي تعتبر تعليق لا يتنفذ مع الكود. وممكن كمان تعملها ب ترابل سنجل كوت وترابل سنجل كوت، وتكتب ما بينهم التعليقات اللي انت عايزها. يعني ممكن تعمل تعليقات باكتر من طريقه زي ما شايفين مع بعض كده. ممكن اعمل التعليق بالطريقه زي كده، تعليق على كود زي كده، ممكن اعمل التعليق قصاد الكود بهاش، ممكن اعمل التعليق قصاد الكود تاني بهاش، ممكن اعمل تعليقات زي كده، ممكن اعمل تعليقات زي كده، ممكن اعمل تعليقات زي كده. عوامل التخصيص مهم جدا انك تعرفها، واولهم طبعا العامل المشهور اللي هو لا يذكر اللي هو بيساوي. كذا بيساوي؟ بيساوي بياخد اللي على اليمين يحط فيه اللي على الشمال. بقيه عوامل التخصيص مبنيه على اللي عملناه قبل كده، يعني عندنا الزائد والناقص والفي والعلى والمودلس، وعندنا الاثنين على عرفنا بيعمل ايه، والاثنين ضرب عرفنا بيعمل ايه. هو كده احنا عندنا دلوقتي ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا زائد بيساوي، ناقص بتساوي، في بتساوي، في بتساوي، على بتساوي، على بتساوي، مودلس بتساوي. يعني ايه؟ يعني ده هو وزود عليه كذا، ده هو واطرح منه كذا، زي القيمه اللي عليه زي ما هي خليها واضرب عليها كذا وهكذا. هي هي القيمه واعمل لها اس او باور مع كذا، هي هي واقسمها على كذا، هي هي واقسمها بس شيل الكسور، هي هي واعمل لها مودلس مع كذا. هي دي عوامل التخصيص. ولو انت جيت شغلت هتلاقيهم شغالين معاك وبيحسبوا زي الفل، مفيش اي مشكله. وكمان ممكن تستخدم زائد بتساوي مع القيم النصيه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي متغير اسمه نيم او اي اسم تاني، ماي اس تي ار، وده بيساوي مثلا كلمه هلو مسافه. ممكن اجي بعد كده اقول له ماي اندرسكور اس تي ار دون، اقول له زائد بيساوي عمر، يعني هو وزود عليه كذا، نص نص نص، وتطبعه عادي مفيش اي مشكله. اعمل برنت ل الماي اس تي ار، سيف شغل، هتلاقيه طبعا معاك بفضل الله. وممكن كمان تخصص قيمه واحده لكل المتغيرات. يعني مثلا عندك نم 1 بيساوي، نم 2 بيساوي،
نم 3 بيساوي كل ده بيساوي 7. كده انت هتحط السبعة لكل المتغيرات دي. لو انا جيت عملت برنت ليه النم 1 والنم 2 والنم 3 سيف وشغلت، هتلاقيهم كلهم بيساووا 7 بمعامل التخصيص بس قررته ما بينهم. لو عندك رقم وعاوز تحوله لنص بفضل الله بتعمل كده بكل سهولة. يعني مثلا عندي نم، النم ده فيه 9 حلو، وجيت بعد كده عايز اعمل برنت، عايز اقول مثلا ماي نمبر از كذا، عايز ادمج، ينفع؟ سيف. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان ده رقم، عشان تحوله بتستخدم الداله اس تي ار اللي هي بتحول لك من رقم الى نص، من اي حاجه عموما الى نص اهو كده. لو حطيتها جوه الاس تي ار وعملت سيف وعملت تشغيل هيطبع لك عادي جدا بفضل الله. اما التحويل من نص الى رقم فالموضوع بفضل الله جميل جدا وبسيط جدا. يعني مثلا لو انت عندك نم بيساوي رقم زي كده، رقم جوه نص، رقم جوه نص، الموضوع بفضل الله بسيط جدا، وهو انك بتكتب الانت او الفلوت. انت عايز ايه؟ انت يعني تحوله لعدد صحيح، وفلوت يعني تحوله لعدد فيه كسور. ولذلك هنا احنا طبعناهم وطبعنا انواعهم علشان تشوفهم. تعال اعمل سيف كده وتعال جرب معايا، اعمل رن تشغيل وبص على التشغيل هيقول لك ايه. هيقول لك دي نوعها انت ودي نوعها فلوت، ده بعد التحويل. ولو عاوز تحول من رقم الى قيمة منطقية ترو اور فولس بفضل الله الموضوع بسيط جدا. يعني لو انت عندك رقم زيرو وحولته هتحوله بالدالة بول، بوليان يعني، بول بتحوله لك. لو هو صفر هيرجع لك فولس، ولو اي حاجة غير الصفر هيرجع لك ترو. يعني مثلا اعمل سيف وشغل معايا كده ونبص مع بعض. اول واحد اتحول لترو وقال لك ده بوليان، وتاني واحد اتحول لفولس. طيب خلي كده الواحد ده سالب واحد، سالب واحد، واعمل سيف وشغل هتلاقيه بترو. اي حاجة غير الصفر ايا كانت بتتحول من رقم الى بوليان بتبقى بترو، اما الصفر هو الوحيد اللي بيبقى فولس. انت ممكن تعرف الاسكي كود بتاع اي كاركتر انت عايزه بكل سهولة مع البايثون. يعني مثلا انت عندك حرف، الحرف ده هو حرف الايه مثلا، ممكن بكل بساطة تعرف الاسكي بتاعه. تعالى نعمل اي ونقول ده بيساوي عن طريق الدالة او ار دي. الاو ار دي بتحط لها هنا الحرف بتجيب لك على طول الاسكي بتاعه. يعني انا ممكن دلوقتي اعمل برنت لايه؟ للاي عشان اعرف. طبعا مشهور جدا ان الاي كابيتال الاسكي بتاعها 65، وادي سيف وادي تشغيل هتلاقيه طبع لك 65. لو جيت غيرت الحرف لاي كاركتر تاني ايا كان وعملت سيف وشغلت هيقول لك الاسكي كود بتاعته بكل سهوله. ولو عاوز العكس يعني يبقى معاك الاسكي وتطلع لي الحرف بتاعه اهو. تعالى خليني معايا اي، الاي ده في 9829 وعايز السي، فهنا بتساوي ايه؟ الداله سي اتش ار، هي دي بتحط فيها الاسكي تجيب لك الحرف. طب ما تيجي نجرب كده نطبع السي اللي هيطلع ونعمل سيف وتيجي نشغل كده اهو طلع لك الكاركتر الصحيح. لو انت قلت له 65 وعملت سيف وشغلت هيطلع لك حرف الايه؟ الكابيتال. يبقى انت كده حولت بالطريقتين. متغير بالمدى رينج اساس مهم جدا جدا في البايثون وبيخليك تعمل عناصر قوه كتير وبيوفر لك حاجات كتير بفضل الله، فلازم تفهمه كويس جدا. يعني لو انا جيت عندي متغير اسمه ار، الار ده قلت له بيساوي رينج، رينج وما بين الاقواس مثلا نفترض ان انا حطيت 5. لو انا جيت عملت برنت للار طبعا باندا ار اوف ايه؟ اوف زيرو، وجيت عملت ار اوف 1 اللي بعدها يعني الاندكس اللي بعدها ار اوف وهكذا. لو جيت عملت سيف وجيت شغلت هتلاقي اول قيمه بزيرو، تاني قيمه بواحد، تالت قيمه وهكذا لغايه ايه؟ لغايه ما يوصلش للخمسه، يعني لغايه الاربعه، لغايه الاربعه. لو انت جيت حددت من الى ممكن، يعني ممكن اقول من 1 الى 5، يعني يبدا من الواحد وما يوصلش للخمسه، يعني من 1 للاربعه وهكذا. يعني انا كده اقدر اعمل اي حاجه انا عايزها حتى لو كانت بالشكل ده كده. لو انا عندي رينج مثلا وقلت له 7، 7 معناها ايه؟ معناها يحط
لوحده زيرو، يبدأ من الزيرو ما دام ما حددتش البداية، زيرو واحد اتنين لغاية ستة، لأن هو مش هيوصل للسبعة. لو جيت شغلت كده وعملت سيف وجيت شغلت هتلاقيه وصل لك لغاية الايه، لغاية الستة ماشي. لو انت جيت حددت بقى قلت من الواحد كوما للسبعة وجيت عملت سيف وجيت شغلت كده، هنا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لك ايرور. ليه؟ لأن انت محتاج تشيل واحدة اهو. لما لو عايز تعملها ممكن تقول للثمانية عشان ما يوصلش للثمانية فيوصل للسبعة، فتيجي تشغل يروح عارض لك لغاية السبعة، من واحد لسبعة. انت اللي بتحدد في الرينج اللي انت عايزه، حتى لو عايز تحدد الخطوات بالسالب او بأي حاجة كوما تعمل الخطوة اللي انت عايزها. انا عايزه يمشي خطوتين، عايزه يمشي خطوتين، خدت بالك؟ يمشي خطوتين يعني ايه؟ يعني يمشي في كل مرة، يزود كل مرة اتنين، يبدأ من الواحد لغاية كام؟ لغاية مثلا 23. فتيجي تشغل تيجي تبص كده تلاقيه ايه، ماشي خطوتين، واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13. لو بدأت من الزيرو وعملت سيف وجيت شغلت هتلاقيه ايه، زيرو اتنين اربعة ستة لغاية، وهكذا حسب اللي انت عايزه، حتى لو بالسالب. يعني انا ممكن اجي اقول له ايه، اقول له انا عايز ابدأ مثلا من الخمسة الى، او من مثلا ال 24 الى الصفر، يعني ما يوصلش للصفر، نفس القصه بس الخطوه تخليها بالسالب، سالب 2 وادي سيف. تيجي تشغل تلاقيه بدا معاك من الاخر للاول، اهو 24 22 وهكذا. فانت هنا بالرينج تقدر تعمل بيه شغل كتير جدا، ولازم تفهمه كويس قوي 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 قوي، لانه مهم جدا في البايثون بفضل الله. وكمان انت ممكن تستخدمه في الحروف بالاو ار دي والسي اتش ار. بص فاكر نفس القصة نفس الفكرة، يعني انا بديله بالاو ار دي بياخد هو الاسكي يحوله ويمشي لغاية، وتزود واحد عشان ما يوصلوش فيوصل اللي انت عايزه، وبتجيب الحرف اللي انت عايزه بالسي اتش ار. يعني لو انا جيت عملت سيف وجيت طبعت كده هجيب الحروف اللي انا عايزها، ولو كملت هيكمل معايا، يعني بفضل الله بيخليك تعمل اي حاجة انت عايزها. لو عاوز تستلم قيمة من المستخدم بفضل الله في بايثون سهلة جدا 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 فوق ما تتخيل. يعني مثلا انا ممكن اعمل متغير اسمه نيم واقول ده بيساوي انبوت، بس كده هستلم من المستخدم، واكتب له هنا النص اللي عايزه يظهر له لدلالة الاستلام. يعني مثلا انتر يور نيم، وهو كده هيفهم ان هو ان انت عايز تدخل له ايه، الاسم بتاعك. خلاص، فاول ما هتعمل كده هو البرنامج هيقف يستناك تدخل هذه الايه، هذه القيمه. بعد كده اعمل برنت ارحب بيه، اقول له مثلا ايه هلو تمام، ومسافه، وادمج معاه اللي هو دخله، الاسم اللي هو دخله اللي هو في المتغير نيم. يعني هو كده خلاص استلمت منه. طب ما تيجي نعمل سيف ونجرب كده نشغل، هيقف يستنى مني الاسم، هو واقف مستنيني. اول ما دخله مثلا عمرو وادوس انتر قال لي هلو عمرو. بس خد بالك ان كل القيم اللي بتدخل نصيه، يعني لو انا دلوقتي جيت شغلت ودخلت له هنا 1 2 3 دي كده نص يا باشا، نص نص رقم في هيئه نص. يعني لو انت عايز مثلا تعمل برنامج المستخدم يستلم من المستخدم رقمين ويجمعهم، انت لازم تحول، لازم تحط الانبوت ده كله جوه الداله انت مثلا او فلوت. يعني مثلا بالطريقه دي كده انا استلمت منه قلت له انتر نمبر 1 وانتر نمبر 2، بحولهم لانت بعد الاستلام، بعد كده بجمعهم واطبع له الناتج. يعني لو انا جيت عملت سيف وجيت شغلت دلوقتي وجيت دخلت مثلا 7 انتر هيقول لي الثاني، 3 انتر هيقول لي ايه 10. كده انت بتستلم من المستخدم باي طريقه، وانت قبل كده اتعلمت التحويل فتحول براحتك بفضل الله. عشان تعمل الارقام العشوائيه في البايثون انت لازم تتعلم الاول تعمل استيراد. ليه؟ لان الامبورت هو اللي بيخليك تجيب الراندوم. يعني اول حاجه اعملها لازم اعمل امبورت، ده الاستيراد. امبورت الايه؟ هستورد الراندوم، الراندوم ده استوردناه خلاص، اه استوردته، يبقى تبدا تشتغل بيه بقى بعد كده. حلو، يبقى انا اقدر اجي اقول له برنت، برنت الايه؟ عايز اطبع رقم عشوائي، رقم ما اعرفش هو هيطلع بكام، فبنده على الراندوم اللي انا استوردتها دي، بجيب منها حاجه اسمها راند انت، راند انت، وبحط هنا اقل حاجه واكتر حاجه. يعني انا عايز رقم عشوائي من 1 ل 10 بس كده. سيف، شغل، طلع معاك بواحد، شغل تاني، طلع معاك بسته، شغل تاني، طلع معاك باربعه، شغل تاني، طلع معاك باربعه، شغل تاني، وهكذا. فبيطلع لك رقم عشوائي انت نفسك ما تعرفش هو ايه. وبالنسبه للامبورت، بدل ما تقعد كل شويه تقول له امبورت راندوم كذا راندوم كذا، انت ممكن تيجي على طول تقول له ايه، تقول له فروم الراندوم، من الراندوم هات، يبقى ايه امبورت، هات هات ايه، هات الراند انت اللي انا عمال استخدمها دي. فتقوم لما تيجي تنادي تنادي عليها على طول من غير ايه، من غير راندوم. لو جينا عملنا سيف وجينا شغلنا كده هتلاقيها اشتغلت معاك عادي،
تمام. ولو انت كررت العمليه هتتكرر معاك عادي يعني بارقام مختلفه، مفيش اي مشكله. بص راند انت برنت، راند انت برنت، النم بيساوي راند انت من كذا لكذا بعد كده برنت، يطبع لك هنا من 10 ل 20، هنا من 20 ل 30 لغايه الاخر. سيف شغل، هيطلع لك كل واحده برقم مختلف عشوائي انت نفسك ما تعرفش هو ايه. العوامل المنطقيه لازم تكون فاهمها كويس ومركز فيها كويس بفضل الله، وهي الاند والاور والنوت. الاند والاور والنوت مهم جدا. الاند بكل حالاتها بترجع فولس ما عدا لو كل الاطراف بترو ترجع لك ترو، لو طرف واحد بس فولس ترجع لك فولس على طول ما بتتفهمش. اما الاور ما بترجعش فولس الا اذا كانت كل اطرافها بفولس، اما النوت فبتنفي، لو بترو ترجع فولس ولو بفولس ترجع ترو. وكل ده موضح في الطباعه وفي الناتج اللي قدام حضراتكم. وهنا بفضل الله بنكتب في البايثون الاند اند عادي، والاور اور عادي اكننا بنكتب لغه انجليزيه، والنوت بنكتب نوت عادي، كل ده عادي مفيش اي مشكله بفضل الله. طب تعالى بقى نكبر التيرمينال شويه ونعمل تشغيل ونبص قدامنا، الطباعه موضحه كل حاجه، بيقول لك ترو اند كذا كذا، ترو اند كذا كذا، فولس اند كذا كذا، اهو يعني مثلا ترو اور ترو بتطلع بترو، فولس اور ترو بتطلع بترو، وهكذا. بيوضح لك ان الاور ما بترجعش فولس الا اذا كانت كل اطرافها بفولس، وموضح لك بفضل الله في الطباعه كل حاجه اهو، كل حاجه متوضحه، الاند كلها متوضحه قدامك، والاور كلها متوضحه قدامك، والنوت ما فيهاش اي صعوبه، النوت بتعكس الشرط، لو بترو تخليه فولس ولو بفولس تخليه بترو. هي دي العوامل المنطقيه واللي لازم تعرفها كويس بفضل الله. عوامل المقارنه هي حاجه بتقارن بيها ما بين حاجتين ويطلع لك يا اما ترو لو اتحقق، ويا اما فولس لو لم يتحقق، وهي سهله جدا بفضل الله في البيثونيه. اكبر من، اقل من، اكبر من او يساوي، اقل من او يساوي، بتساوي لا يساوي، اكنك بتسال بالظبط. يعني انت عندك مثلا متغير اكس في 7 وواي في 9، فانت بتقول له هل الاكس اكبر من الواي؟ فيقول لو هو فعلا كده هيرجع لك ترو، ولو ليس كذلك هيرجع لك فولس، وهكذا مع باقي الايه الشروط. زي ما قلت لك اكبر من واقل من، واكبر من او يساوي، واقل من او يساوي. وهنا دي المساواه، يعني اكني بقول له هل اكس بتساوي الواي، وهنا عدم المساواه اللي هي علامه تعجب بعد كده بتساوي، معناها ايه؟ معناها لا تساوي، لا تساوي. هل اكس لا تساوي الواي؟ نفس القصه، اكنك بتساله بالظبط عشان تقدر بعد كده تعمل الشروط اللي انت عايزها. لو عملت سيف وجيت شغلت هتلاقيه مطلع لك ترو فولس لكل حاجه انت مختارها قبل كده. انت مختار ايه؟ انت مختار شرط، هل الشرط ده تحقق او لم يتحقق؟ على حسب تحققه بيطلع لك الناتج بتاعك على طول بعوامل المقارنه. تحويلات بين النظم العددية في البايثون سهلة جدا جدا فوق ما تتخيل. اللي احنا تعودنا عليه ان بنعمل المتغير ونقول له بتساوي مثلا 255، ده كده رقم عشري صح؟ ديسيمال يعني. ولو انت جيت قلت له برنت وطبعته مفيش أي مشكلة وسيف وشغلت هيشتغل معاك عادي، هيطبع لك الرقم العادي. لو انت عايز مثلا تكتب رقم هيكسا ديسيمال بتعمل 0 اكس وتكتب الهيكسا ديسيمال اللي انت عايزه، ولو طبعته هيطبع ديسيمال. طيب حلو قوي. انت هنا لو عندك حاجه زي كده ممكن تحول زي انت ما عاوز. ده النظام العادي، نم دي اللي هو الديسيمال، اتش هيكسا ديسيمال، او اوكتال، بي باينري. هنا عندك الرقم بيتكتب عادي، او 0 اكس تكتب اللي انت عايزه بعديه بالهيكسا ديسيمال، 0 او تكتب اللي انت عايزه بعديه بالاوكتال، 0 بي تكتب اللي انت عايزه بعديه بالباينري. وعندك داله اسمها اكس بتحول اللي جواها لهيكسا ديسيمال، وعندك داله ثانيه بتحوله الاوكتال، وعندك داله ثانيه بتحوله الباينري، والانت طبعا بتحوله لايه؟ لديسيمال. لو احنا جينا وعملنا تشغيل على كده سيف وجينا شغلنا هتلاقي كل حاجه اتحولت، الهيكسا ديسيمال اتحول والاوكتال اتحول والباينري اتحول، خد الديسيمال وحوله، الهيكسا ديسيمال خد الديسيمال وحوله، انت خدت الهيكس ديسيمال حولته، وهكذا. فانت بتحول ما بين النظم العدديه زي ما انت ما عاوز بكل سهوله. وفي طريقه ثانيه ممكن تحول بيها وهي سهله جدا جدا جدا، وهي بالفورمات، انك تقول له فورمات وتحدد الفورمات بتاعك، يعني عندك الارقام بتاعتك زي ما هي بس بتعمل ايه؟ بتقول له فورمات، فورمات بتدي له الرقم وكوما وبتدي له اللي انت عايزه، لو اديته اكس بيعمله لك هيكس ديسيمال، ولو اديته او بيعمله لك اوكتال، ولو اديته بي بيعمله لك باينري، ولو اديته دي بيحوله لك لديسيمال. ولو جينا عملنا سيف وجينا شغلنا كده هتلاقي النواتج طالعه عادي بفضل الله، ما فيش فيها اي مشكله. ده غير كمان ان الانت ليها بيز انت ممكن تديها لها، يعني داله الانت لو انت جيت قلت لها انت
وكتبت رقم هنا وجيت عملت كوما وكتبت اتنين، ده معناه ان البيز بتاعك اتنين، يعني معناه ان الرقم اللي انت كاتبه هنا بالنص ده كاتب رقم نصي، معناه ان ده باينري، يعني تو باينري. باينري هنا 8 يعني البيز بتاعه 8، اوكتال هنا 10 يعني ديسيمال، هنا 16 يعني هيكسا ديسيمال. فعلى هذا الاساس ولو جيت شغلت هيشتغل معاك وهيطبع لك اللي انت طلبته، لان انت طلبت انك انت تطبع ده بالباينري، فطبع معاك بال 255 و377 بالاوكتال يعني 255 و255 بطبيعتها واف اف 255 بالهيكسا ديسيمال. تقطيع النص في البايثون حاجه بفضل الله في قمه السهوله، يعني مثلا لو انا عندي ماي بيساوي هلو، انت اصلا لو جيت قلت له برنت ورحت طابع الماي طبيعي هيطبع معاك زي ما انت ما كاتب فيه القيمه النصيه. انا عارف لو قلت له مثلا انا عايز اول حرف فيه يجيبه لك عادي، وجيت شغلت اول حرف فيه يجيبه لك عادي، مفيش اي مشكله جاب لك اول حرف، يعني زي ما انت ما عاوز. انت مش بس كده كمان، ده انت ممكن تقطع، يعني بص تخيل معايا، انت عندك ماي فيها ويلكم تو حسون اكاديمي، هنا انت ممكن تجيب حرف حرف زي ما انت ما عايز وتبرنتهم مع بعض، وممكن تقطع يعني تقول له، تقول له انا بص انا ما حددتش البدايه يعني من الصفر خلاص، عايز لغايه السبعه، فيقوم قاطع لك لغايه السبعه. هنا انا بتقول له حدد من الصفر للسبعه، ممكن احط اي حاجه مكان الصفر. طب ما تيجي نجرب، شغل كده وبص اللي هيحصل اهو، ده اللي قدامك اهو الناتج، كبر شويه وشغل تاني وبص معايا. بص اول واحده جابتها لك وحطت لك مسافه ما بين كل حرف والتاني، تاني واحده قطعت لك للسبعه، واللي بعدها قطعت للسبعه لان انت ما حددتش هنا البدايه فقطعت عادي، وهنا حددت البدايه فقطعت عادي. هنا انت حددت بتقول له من ال 11 فهو لوحده هيجيب لك للنهايه، من ال 11 فهيقف هنا وهيجيب لك للاخر لوحدك لان انت ما حددتش الايه النهايه. وهنا بالسالب، بالسالب دي قصه، بالسالب انت بتقول له من البدايه ما حددتش يعني هيجيب من الاول، سالب سالب هيطرح من الاخر، فانت لما هتطرح من الاخر مثلا خد بالك 2 سالب 2 سالب 2 طرح طرح هتلاقيه شال لك من حروف 2 من الاخر، شغل كده هيشال لك من حروف 2 طبعا لك كلها ما عدا اكاديمي شال منها الام والواي. يعني لو احنا رجعناها تاني زي ما كانت الاول بقول له ناقص اللين كله بتاعها، اللين كله بتاعها ناقص السبعه، فيروح انت اصلا لو انت شلت السبعه دي يا باشا مش هيطبع حاجه اهو، مش هيطبع حاجه. فلما تزود عليها السبعه، لما تيجي هنا وتزود عليها السبعه انت كده بتقول له اطبع لي ويلكم اهو، انت بتقول له اطبع لي ويلكم، لما بتزود عليها السبعه بتقول له اطبع لي ويلكم، يبقى انت كده بتعمل اللي انت عايزه. وهنا جيت قلت له انا عايز من يبدا من 11 فيبدا من 11 يقف هنا ولوحده اللن للاخر فيروح طابع لك للايه للاخر، فانت كده تقطع من النص زي انت ما عاوز. وكمان لو انت عندك نص فيه فاصله انت عارفها كويس ممكن تقطع بيها عن طريق سبليت. بص ركز معايا، انت عندك هنا اس تي ار نيمز، نيمز كلها مع بعض ولكن انت فاصل ما بينهم بسيمي كولون، انت ممكن تيجي بعد كده تعمل ليست، الليست ده بيساوي نفس المتغير اللي فيه النص دوت سبليت. سبليت تعمل ايه؟ بتديها فاصله، الفاصله دي بتاخدها هي وتقطع عن طريق الفاصله تحولها لك لقايمه، فالليست بقت قايمه. بص لو انا جيت عملت سيف وجيت شغلت كده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيه طبع لك النص ده عادي وهتلاقيه حول لك كله بقايمه بدلاله الايه؟ السيمي كولون. ودي طريقه ثانيه من التقطيع ممكن تعملها بسهوله بفضل الله. انت ممكن تعمل توصيل للنص بمزاجك بكل سهوله مع البايثون بفضل الله. يعني تخيل معايا لو انت عندك اس تي ار 1 المتغير ده جوه منه نص مكتوب فيها اللو، دي كلمه عاديه خالص، وعندك اس تي ار 2 ده بقى انت هتوصل النص على مزاجك. يعني بص تخيل معايا انت عندك مثلا شرطه، الشرطه دي بتقول له دوت جوين، دوت جوين مع ايه؟ دوت جوين مع اس تي ار 1، ايه اللي هيحصل؟ هيروح واخد النص اللي عندك ده وفاصل ما بين كل واحده فيه بفاصله زي كده. يعني بص تخيل معايا هتشوف هتفهم، اعمل برنت للاس تي ار 1 واعمل برنت للاس تي ار 2 وتخيل معايا هعمل سيف واشغل، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي هلو مطبوع عادي وهلو القيم اللي فيها الحروف اللي فيها متقطع ما بين كل واحده والتانيه بشرطه على طول. مش بس النصوص، انت ممكن كمان الليست، يعني ممكن تكون عندك حاجه زي كده، عندك الليست زي ما هي قدامك هي مكتوب فيها اسماء او عناصر او ايا كان، تعزل ما بينهم ويوصله لك في نص. يعني بص هنا دي ليست عادي ولو جيت شغلت هتلاقيها بقت نص متوصله عناصرها بالعنصر اللي انت طلبت ان هو يتوصل بيه. فالتوصيل في البايثون سهل جدا بفضل الله. وحط باللي عايز تجوين بيه اي حاجه، يعني لو انت عايز تجوين مثلا بباك سلاش ان عشان ينزل لك سطر ما بين كل عنصر والتاني عادي، ولو شغلت هتلاقيني فعلا نازل لك سطر ما بين كل عنصر والتاني. تهيئة النص في البايثون سهلة جدا جدا بفضل الله. يعني مثلا لو انت عندك نيم والنيم ده فيه اي اسم وليكن مثلا اسم عمر، هنا انت ممكن تقول له ايه؟ تقول له مثلا ماي بتساوي، بص بقى الحتة دي انت هنا هتقول له ايه؟ هتقول له هلو، هلو مسافة، مش هتدمج بقى، بص هلو مسافة وهتعمل علامة في المية اس. معناها ايه علامة في المية اس؟ معناها ان انت هتبعت له نص
النص ده بتبعته له ازاي او اي حاجه عامه. يعني هنا الرمز المتعرف عليه، بعد كده بتعمل علامه في المية بعد النص وتحط النص اللي انت عايز تبعته. فلو انت جيت طبعت الماي، لو جيت قلت له برنت لي الماي وجيت سيف وشغلت، هتلاقي اشتغل عادي خالص، انت كده بعت له. طب لو انت عايز تبعت مثلا قيمتين سواء كان نص او رقم او اي حاجه لسه هنتعرف عليهم، ممكن تعمل ايه؟ كوما، وتيجي بعد كده تقول له انا هبعت لك نص تاني هنا، وتيجي هنا تحط النصوص ما بين اقواس بعد علامه الفيلميه، تحط قوس هنا وقوس هنا، وتبعت النصوص اللي انت عايزها. مفيش اي مشكله بفضل الله. لو جيت شغلت على كده سيف وشغلت، هتلاقي زي ما انت ما شايف كده بعت نصين في نفس الوقت. لو انت عايز تعرف بقيه الرموز قدامك اهي، بفضل الله سهله جدا. سي عشان تبقى طبعا علامه في المية ثابته خلاص، فهنا بتستخدم سي عشان تبعت حرف، وبتستخدم اس عشان تبعت نص، وبتستخدم دي عشان تبعت رقم، وبتستخدم اي عشان تبعت انتجر، وبتستخدم اي عشان تبعت اكسبوننت، اكسبوننت كابيتال او سمول. وهنا بقى عندك بقيه الحاجات التانية واضحه جدا جدا جدا، واحده الاكسبوننت، واحده الفلوت، واحده للنمبر، وواحده للاوكتال، واحده للهكساديسمال، بتختار اللي انت عايزه. وعشان توصل لعلامه في المية داخل الفورمات بتعمل ايه؟ بتعمل علامتين في المية كده بالمنظر ده، تمام؟ لو جيت عملت سيف وجيت شغلت بالمنظر ده، هتلاقي طالع لك كل حاجة زي انت ما طلبتها بفضل الله. وممكن كمان تعمل نوع تاني من التهيئة غير ده اللي هو بالمنظر ده. تيجي تعمل ايه؟ تيجي انت مثلا عندك نيم في احمد، وعندك سي هلو فيها هلو، ورحت حاطط هنا ما بين اقواس مجموعة اسم معين، انا هنا سميته بمزاجي، سميته ماي. وجيت بعد كده جيت عملت السي هلو اللي جواها الماي ده، جواها قوسين مجموعه واي دوت فورمات. فورمات ليه؟ واروح جاي قايل له خد الماي اللي عندك ده واديله النيم، فيروح واخده ومهيئ النص. ولو جيت شغلته على كده وطبعته هيطبع معاك عادي جدا مع تهيئه النص. لو انت عندك نص وعايز تغير حالاته من كابيتال والسمول، سهل جدا في بايثون بفضل الله. كل القصه انك انت بتعمل لور وابر بس. يعني لو انت عندك نص كابيتال وعايز تحوله لسمول بتقول له دوت لور وقوسين طبعا عشان الداله، ولو انت عندك نص سمول وعايز تحوله لكابيتال بتقول له دوت ابر وقوسين عشان الداله. لو انا عملت سيف دلوقتي، اول ما اشغل هتلاقي هلو اتعرضت بالسمول وويلكم اتعرضت بالكابيتال، مع ان هم هنا العكس. شغل كده معايا وشوف ايه اللي هيحصل، هتلاقي العكس. الكابيتال خلاه سمول والسمول خلاه كابيتال بكل سهوله. بفضل الله تقدر تتحقق من حالات النص المختلفة مع لغة البايثون بكل سهولة، والحالات سهلة جدا بفضل الله. يعني مثلا أكني بسأله بالظبط، هل النص اللي عندك ده هل هو حروف كبيرة؟ هل هو حروف صغيرة؟ يرد هو بقى فورس أو ترو. هل هو حروف فقط؟ هل هو أرقام مع حروف؟ هل هو أرقام فقط؟ هل هي مسافات فقط؟ هل هي ميل برينتابل ولا لا؟ فتيجي تبص على مثلا حاجه زي الباك سلاش ان، لا دي نوت ايه؟ نوت برينتابل، وهكذا. فانت هنا بتبدا تتحقق، يعني انت بمجرد ما هتشغل هذا الكود هتلاقي يا اما ترو يا اما فولس. ليه؟ لان هو هنا بيعرفك هل الشرط بتاعك تحقق ولا لا. البحث في النص مع البايثون سهل جدا بفضل الله، وهو انك بتعمل فايند. انا دلوقتي عندي قطعه نصيه فيها شويه كلام، الكلام ده انا هبحث فيه، فبقول له هنا متغير هيحمل الاندكس بتاع ناتج الفايند. الاندكس هيقف هنا، هيقف هنا، ولا يقف هنا، ولا يقف هنا، انت تبحث عن ايه. هنا بقول له فايند على عمرو سمول، وهنا مفيش عمرو سمول خالص، عمرو اللي هنا كلها الاي كابيتال والباقي سمول، فمش هيشوفها. اما هنا ببحث عن عمرو الصحيحه اللي موجوده، فيجيب لي اول واحده طبعا. طيب ما تيجي نجرب كده نشوف ايه اللي هيحصل. هعمل سيف وهاجي اشغل على كده، ايه اللي هيحصل؟ قال لي اول واحده سالب واحد. عارف ليه سالب واحد؟ اللي ما بيلاقيهاش تبقى بسالب واحد على طول، اما الثانيه علشان موجوده عدها لك بسته اللي هي هنا، فوقف عند اول واحده بتجيبها. فانت كده بحثت عن النص. ممكن تبحث بالطريقه انك انت تعرض على طول، يعني انا بحثت خلاص جبت ويلكم، فويلكم هي موجوده، فجبت الاندكس بتاعها خلاص، قطع من النص من اول الاندكس وما تحددش النهايه عشان يحددها لك لوحده للاخر. فتعمل سيف وتيجي تشغل كده هتلاقي جاب لك من اول ويلكم لغايه اخر النص بكل سهوله. لو عندك نص وعاوز تستبدله في البايثون، كل اللي بتستخدمه الداله ريبليس بكل سهوله. يعني تخيل معايا لو انت عندك النص ده هلو عمرو اند ويلكم باك عمرو، وعايز تغير. بص الماي 1 في النص، والماي 2 هياخد قيمه الاستبدال. يعني انت هنا تعمل استبدال ريبليس اهو، النص الاول دوت ريبليس، اي كلمه عمرو عندك خلي مكانها ايه عادي، فيروح هو واخد كل ده مغير وحاطط فين؟ في الماي 2. اطبع بقى كده الماي 1 والماي 2، سيف شغل، هتلاقي الماي 1 اتطبعت زي ما هي، والماي 2 اتطبعت بعد الاستبدال.
العوامل المنطقية وعوامل المقارنة اللي انت خدتهم ما راحوش كده وخلاص، لا ده انت بتفهمهم عشان تتخذ القرار مع الجملة اف. الموضوع مهم جدا 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 فوق ما تتخيل. يعني لو انا مثلا عندي متغير اسمه اكس، والاكس ده بيساوي مثلا نفترض ان هو 5، تمام؟ انا هاجي هنا هقول له اف. ازاي بعمل الجملة اف؟ اهو اف بتاخد مسافة وتكتب اي شرط انت عايزه، اي شرط انت عايزه، واخد بالك؟ اكس لو بتساوي 5 ساعتها تنفذ كولن الاول، يعني علشان اعرفك ان ده جوه الاف، ما يكتب بعد الكولن جوه الحاجه اللي انا عاملها كولن، وبعد كده اقول له برنت اوكي مثلا، تمام؟ اهو اوكي. هو مش هيطبع الاوكي دي الا اذا كانت الاكس فعلا بتساوي 5، يعني دلوقتي الاكس بتساوي 5، لو انا شغلت على كده هيشتغل معايا. لو انا غيرت قيمة الاكس لاي قيمة تانية غير الخمسة وشغلت، مش هيشتغل، مش هيطبع حاجة، مش هيطبع اوكي، تمام؟ طبعا ده الكولون. لو انا خليتها كده يبقى في تاب. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اعمل اف، بعمل كولون واجي ادوس انتر، هو لوحده واخد لي تاب. التابة دي هي اللي تعني ان الحاجة اللي انت هتكتبها جوه الاف اهو. يعني انا هنا هكتب اوكي. لازم تبقى عارف كويس انك لما تكتب اوكي بره التابة ده كده مش جوه الاف، خلاص؟ دي اساسيات لازم تكون عارفها. طبعا ممكن تكتب الاف بالطريقه دي، ممكن تكتبها باي طريقه زي انت ما اتعلمت بفضل الله، والاف مهم جدا جدا انك تفهمها. ممكن كمان تكتبها بالطريقه دي لو انت عايز، تمام؟ هل اكس اقل من او زود 7؟ ايوه هي بتساوي 7، فتيجي تشغل يطبع لك كل اللي انت ايه قلت عليه. تخيل معايا مثلا لو انت هتستلم رقم من المستخدم وهتقول له هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، اهو تيجي تقول له ايه انتر اي رقم، بيدخله رقم، الرقم ده بيقول لك لو النم اقل من الزيرو تقول له ايه نيجاتيف، غير كده إلس. يعني ايه؟ يعني غير الشرط. لو الشرط اتحقق ادخل هنا، لو لا ادخل هنا. طب ما تيجي نجرب، شغل كده هيستنى، هدخله مثلا 5 وادوس انتر قال لي بوزيتيف، خلاص. طب ما تشغل تاني كده وتدخل له مثلا -1 دوس انتر قال لي نيجاتيف. وممكن كمان تدخل تقديرات الطالب، يعني انت عندك طالب دخل تقديراته اهو، التقدير بتاعك دخلهولي انتر ستودنت ديجري، دخل لي درجه الطالب، دخله الدرجه. لو لقى الدرجه اقل من الصفر او اكبر من المية هيقول له غلط، وغير كده يطلع لكل درجه حاجتها، يقول له بقى تقديرك ايه اف، ما اقل ال 50 اف، اقل ال 60 اي، وهكذا. يفضل يطلع يطلع لغايه اما يوصل للايه للايه، تمام؟ طب ما تيجي نجرب، سيف، تمام؟ اهو ده الكود قدامك اهو، قبل ما نجرب ده الكود قدامك اهو، ده الكود اهو اهو، اظهره لك اهو اهو اهو، هو ده الكود اهو. تاني اهو اهو، هو ده الكود قدامك اهو، حلو. طب ما تيجي نجرب، تعال اهو شغل، دخل له درجه غريبه -1 قال لك ديجري ايرور. شغل تاني، دخل له درجه 101 قال لك ديجري ايرور، تمام؟ طب ما تشغل تاني، دخل له مثلا 40 اف، لا ما ينفعش. دخل له تاني 50 يا دوب، دخل له تاني 60 قال لك ماشي دي، دخله تاني 70 قال لك سي، دخله تاني 80 بجرب لك كل حاجه اهو قال لك بي، دخله تاني 90 قال لك ايه، فيما فوق ال 90 ايه لغايه ال 100 ايه. يبقى انت كده بتقدر تتحكم زي ما انت معاوز. هنا طبعا اف وال اف، يعني ايه كل ده جسم واحد. اف لو الشرط ده اتحقق خلاص نفذه واسكت، لا اختبر الشرط ده، اتحقق نفذه واسكت، لا اختبر الشرط ده، وهكذا لغايه الالس. لو عدى على كل الشروط دي ولم تنفذ ال اف، يعني غير اللي فات غير اللي فات غير اللي فات، لو عدى على كل ده ولم ينفذ يروح للالس وينفذها على طول. الشرط اف او الاف المختصره او زي ما بيسميها معامل التعبير الشرط الثلاثي، يعني ايه؟ يعني بدل ما تكتب اف مع اف وهي حاجه بسيطه، يبقى انت بتعمل حاجه مختصره وبتتعمل بالمنظر ده كده. تخيل معايا انت بتقول له ايه المستخدم، بتستلم منه رقم اول وبتستلم منه رقم الثاني، وبتقول له ايهما اكبر، الرقم الاول هو اللي اكبر ولا الرقم الثاني هو اللي اكبر. حاجه بسيطه بتعملها بشورت اف، بدل ما تعمل اف وشغل الاف بتعملها بالمنظر ده. بص ايه اللي بيحصل هنا، هنا بتقول ايه الرقم ده هيرجع، يعني القيمه دي هترجع للمتغير ده او القيمه دي هترجع للمتغير ده، من الاخر هرجع له حاجه من الاثنين. ده يرجع اف لو النم 1 اكبر من النم 2، else لو غير كده يعني ده اللي يرجع. يعني لو ترو ده ترو بارت يرجع هنا، ده فولس بارت يرجع هنا. ففي النهايه تعال نجرب، شغل كده وهدخل له الرقم الاول كبير والرقم الثاني صغير، وهدوس انتر قال لي نمبر 1 هو اللي كبير. طب ما تيجي تشغل تاني،
هدخل له الرقم الاول هو اللي صغير والرقم الثاني هو اللي كبير، قال لي نمبر 2 هو الايه؟ هو الكبير. التوفير الرائع مع حلقات التكرار اهم الحاجات اللي في اي لغه برمجه، في البايثون سهله جدا 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 بفضل الله. يعني مثلا انت عشان تعمل تكرار في البدايه بتعمل فور، فور بتاخد مسافه بتقول له على المتغير اللي انت هتشتغل عليه بالفور، بعد كده بتقول له ان بعد كده المتغير ده هيشتغل على ايه. تخيل معايا لو انت عندك نص وعايز المتغير يشتغل عليه، ممكن خلاص الكولوم مش هنقولها تاني، قلناها في الاف، الكولوم دي ثابته بقى في اي حاجه تانية، اي حاجه جواها محتوى هتعمل كولوم وتحط المحتوى تحت بتابه او قصادها. طيب انت هنا لو جيت عملت برنت للاكس اللي هو المتغير اللي انت شغال على الفور بي، لو عملت سيف وجيت شغلت كده هيطبع لك كل حرف لوحده قدامك. انت كده اشتغلت على ايه؟ اشتغلت على نص. ممكن تشتغل على طابل لو انت عايز، طابل مفيش فيه اي مشكله، لو انت عايز تشتغل على طابل تشتغل سيف. لو انت اشتغلت على الطابل ده وجيت شغلت كده هتلاقي طبع لك اللي انت طلبته. ممكن تشتغل على ليست، ممكن تشتغل على ايه؟ على ليست، مفيش اي مشكله، 10 20 30 40 الى اخره. لو جيت عملت سيف وجيت شغلت هيطبع لك 10 20 30 40. يبقى انت ممكن تشتغل على الكلام ده، ممكن تشتغل على رينج. لا كل ده احنا خدناه قبل كده، رينج اهو، تشتغل على الرينج باي طريقه انت عايزها. يعني مثلا قلت له رينج 3 فمش هيجيب ال 3 فيطبع 0 1 2 وهكذا. ممكن تحدد الرينج اللي انت عايزه زي ما اتعلمت في الرينج بالظبط. يعني تقول لي مثلا من ايه؟ من الواحد وما تعديش الثلاثه فيطبع لك واحد واثنين اهو. تيجي مثلا تقول لي من الواحد الى 10 بس الستيب 2 سيف، شغل الستيب 2 هيطبع لك ايه؟ 1 3 5 7 9. ولو بدات من الزيرو او من الاثنين هيطبع لك الزوجي اهو. يبقى انت اللي بتحدد الستيب 2 4 6 8. انت لو عايز الستيب بالسالب تعمله مفيش مشكله. يعني لو انت عايز تبدا مثلا من 10 وتقول لغايه الزيرو وتقول الستيب مثلا سالب 2 وتسيب وتشغل اهو مفيش مشكله، 10 8 6 4 2. فانت هنا بتتحكم في الفور زي انت ما عاوز، وممكن تستخدم كل اللي انت فهمته تتفنن فيها. يعني ممكن مثلا اعمل كود زي كده، ايه اللي هيحصل هنا؟ انا عملت متغير فاضي نص اسمه الف فاضي، بعد كده دخلت عملت رينج، رينج ايه بقى؟ رينج من الاو ار دي بتاع الاي كابيتال للاو ار دي بتاع الزد كابيتال بس زائد واحد عشان انتوا عارفين الرينج. وهنا بعد كده بحط في كل لفه بقول له الفا زائد بيساوي كذا، وبحط بعد كده كولون كوما في كل لفه ما عدا اخر لفه دي، بقول له طول ما الاكس اقل من الاو ار دي بتاع الزد تفضل تحط ايه في كوما عشان يجي عند الزد اللي هو اخر حرف، يعني ما يحطش فيه كوما بس. وفي الاخر بطبع الالفا. تخيل انا دلوقتي لو جيت عملت سيف وجيت عملت تشغيل هتلاقيه طبع لك من الايه لغايه الزد من غير ما تعمل اي مجهود، بكلمه واحده بالفور. الفور بتوفر لك اكواد كتير جدا، ولو عايز تعمل من الزد للايه بتعكسها، هي هي بس بتعكسها اهي، بتبدا من الزد للايه وبتبقى الستيب بسالب واحد وهنا بتنقص واحد عشان بتشتغل انت بالعكس. وادي سيف، لو جيت تشغل هيطبع لك من الزد الى الايه من غير اي تعب. ممكن تستخدم متغير الفور ده كعداد. يعني تخيل معايا لو انت عندك قائمه فيها اسماء وانت شغال عليها، ممكن تشتغل بطريقه اللين، يعني تحط الرينج وتحط فيها اللين فاصبح الاكس ده عداد، فتنادي على النيمز وتحط اوف كذا اوف العداد بتاعك، تشتغل عادي بالعداد. ادي سيف وادي تشغيل، هيطبع لك اللي انت طلبته منه في كل مره، هلو فلان هلو فلان هلو فلان. ولو اشتغلت بالفور مع القاموس هيعرض لك الكيز بتاعه القاموس اهو، سيف وادي شغل هتلاقيه عرض لك ايه؟ عندك نيم وسيتي وسالري. تمام؟ هتقول لي طب انا عاوز اعرض القيمه، هقول لك طب ما انت خلاص ما انت معاك النيم والسيتي والسالري. اه طب ما خلاص انت شيل ده كده وحط هنا الامب ونادي على الكي بتاعته اللي في كل لفه، ودي سيف هتشغل هينادي هيحط لك الفاليو بتاعتهم مفيش اي مشكله. ده انت كمان لو عايز تستخدم متغيرين في الفور عشان القاموس ده تعمل مفيش مشكله، تقول لي انا هستخدم متغير اسمه كي، انا اللي الفتهم كي براحتك، كي وفي، ممكن تحط كي وفاليو وتحط اي حاجه انت عايزها سميتهم كده. ممكن تستخدم كي وفي، بيقول لك ان ايه؟ ان الايتمز اللي جوه القاموس بتاعك، فلوحده الكي هيكون الكي بتاعك والفي هو هيكون الفاليو بتاعتك لوحده. لو جيت عملت سيف وجيت شغلت بالمنظر ده كده هيطبع لك نيم احمد سيتي جيزه سالري 3 وهكذا. التكرار المتداخل، يعني لوب جوه لوب او لوب جوه لوب جوه لوب او لوب جوه لوب جوه لوب جوه لوب وهكذا. يعني انا دلوقتي لو انا عندي مثلا اي حاجه متداخله، تخيل معايا لو انا عندي حاجه زي كده، انا دلوقتي عندي فاميلي واحد فيهم مجموعه من الاسماء، فاميلي اثنين فيهم مجموعه من الاسماء، فاميلي ثلاثه فيهم مجموعه من الاسماء، وهوم وان مجمع كل الفاميليز دي، وجيت عملت فور، الفور دي هتلف على الهوم نفسه
بعد كده في كل مره هتلف على فاميلي من الفاميليز وهتطبع الاسماء اللي جواها، 4 جوه 4، 4 بمتغير اكس، 4 بمتغير واي. بعد كده بستخدم الاكس والواي عشان اوصل للي انا عايزه. بكل بساطه بفضل الله يبقى عندك نستد لوب، او هنا في حالتنا نستد فور، ايا كان التكرار اللي انت بتستخدمه هو نستد، يعني متداخل. يعني لو انا دلوقتي عملت سيف، تعالى كبر لي الاوتبوت شويه عندي وشغل علشان يعرض كل اللي عندنا اهو. فاميلي 1 فيها كذا وكذا وكذا، فاميلي 2 فيها كذا وكذا وكذا، فاميلي 3 فيها كذا وكذا وكذا. وممكن اخلي لك الموضوع متداخل اكتر من كده بكتير، يعني تخيل معايا مثلا لو انت عندك الموضوع اوسع من كده بالطريقه دي. تخيل بقى، تخيل كده، بص انت عندك ايه؟ عندك فاميلي 1 و2 و3 و4 و5 و6، وعندك الهوم 1 يحمل الفاميليز دي، والهوم 2 يحمل الفاميليز دي، وعندك الهومز جواه الهوم 1 والهوم 2، كلها عمليات متداخله عقلك هيستوعبها لو انت فاهم. تيجي بعد كده اول 4 تعدي على الهومز، والهومز من الهومز كل هوم يطبع 4 للفاميليز اللي جواها، كل فاميلي يطبع 4 للاسماء اللي جوه منها، فاصبح احنا عندنا 4 جوه 4 جوه 4. ولو جيت شغلت الكلام ده كده، عملت سيف وجيت شغلت، هيطبع لك كل الهومز اللي عندك وكل فاميلي فيهم اهو، من اول هوم 1 هوم 2 وكل فاميلي جواها الاسماء بتاعتها طبعتها بكل بساطه. يعني النستد لوب ده لازم تكون مشغل دماغك معاه وفاهم اللوب كويس عشان تفهمه بفضل الله. انشاء تكرار باكثر من متغير، يعني تخيل معايا لو انت عندك 4 وفيها اكتر من متغير للتحكم اكتر واكتر واكتر، يعني تعالى معايا انت عندك بتقول 4 عندي اي مثلا يعني كوما، والنيم ان بقى ايه؟ مش الليست على طول، لا بحط الليست بتاعتي ما بين انيومريت. الانيومريت بتعمل ايه؟ بتعمل لك عداد، يعني تلاقي الاي لوحده بقى عداد للنيم اللي هو هيشتغل على الليست نفسها. يعني لو انا عملت سيف وجيت شغلت دلوقتي اللي هيحصل ايه؟ هيطبع لك 0 عمرو، 1 علي، 2 عز، يبقى هو كده عمل لك عداد وفي نفس الوقت شغال على الليست. مش بس كده، ده انا ممكن كمان اعملها لك على القاموس. يعني لو انت عندك قاموس، بص بيرسون 1 وبيرسون 2 و3 والبيرسونز، في بقى بيرسونز فيها ايه؟ قايمه فيها كل القواميس دي، البيرسون 1 والبيرسون 2 والبيرسون 3، شغال معاك 4. اول 4 عندك يعني بص متغيرات وتداخل في نفس الوقت، 4 بتلف على البيرسونز كلها، اللين بتاعت البيرسونز كلها، بعد كده بقول لك ايه؟ البيرسون رقم كذا، بعد كده الفور، فبتليست الحاجه بتاعته. فجوه هنا بعمل الاندكس ده كوما، بعد كده بعمل ما بين قوسين الكي والفاليو، متغيرين للكي والفاليو ان، بعمل انيومريت للقاموس الايتمز بتاع الايه؟ بتاع القاموس. طبعا انا بجيب الاكس لان انا بلف على القواميس كلها، فاللي يحصل ان هو يجيب لي الايتمز بتاع القاموس المراد اللي انا عايزه، فيجي هنا يروح طابع الحاجه بتاعته. ايوه الاندكس هنا زائد واحد طبعا عشان يبقى 1 2 3 اعداد، بعد كده هنا الاندكس بزيرو، ف نزوده بواحد عشان يسبق، يبقى 1 2 3 بدل 0 1 2، وهنا الكي والفاليو، فيطبع يطبع معاك برنت. طب ما تيجي نشغل كده، تعالى كده نجرب الكلام ده، اعمل اف 5 وشغل وبص معايا اهو، بيرسون 1 بياناته اهي، بيرسون 2 بياناته اهي، بيرسون 3 بياناته اهي. بكل بساطه بفضل الله ممكن تشتغل بكل اللي انت فهمته. في طريقه تانية للتكرار ممكن تشتغل بيها، وهي الوايل لوب. دي بتعمل لها ايه؟ دي اول حاجه بتعمل المتغير بره منها خالص، اكس مثلا بتساوي 0، وتيجي بعد كده تبدا تشتغل، تعمل اول حاجه وايل. وايل ايه؟ مسافه، بتحط الشرط بتاعك، شرط طول ما هو بيرجع ترو طول ما اللوب ده هيفضل يتحقق، واول ما يبقى فولس اللوب هيوقف. فانا دلوقتي هقول له ايه؟ تفضل شغال طول ما الاكس اقل من او تساوي الخمسه، كل مره تعمل ايه؟ برنت للاكس، وبعد ما تعمل له برنت زوده بواحد. هقول له ايه؟ اكس زائد بيساوي واحد. ليه؟ عشان يقف عند حاله معينه. لو ما بطلتش تزوده، لو انت قلت له ما تزيدش هيفضل يلف الى ما لا نهايه، وده ما ينفعش. ليه؟ لان هو بيبدا بالصفر، فانت لازم هنا تعمل له حركه زياده. هناك كانت الفور بتزود لوحدها وبتشتغل لوحدها، لكن انت هنا في الوايل انت اللي بتتولى ايه الموضوع ده. فلو جيت دلوقتي وعملت سيف وشغلت، هتلاقيه طبع لك من 1 2 3 4 لغايه ايه؟ لغايه 5، لان انت بتقول له اقل من او يساوي الايه؟ الخمسه. انت ممكن كمان تعمل للوايل إلس، يعني ايه؟ يعني لو الشرط جه عليه وقت ما تنفذش يتنفذ حاجه ثانيه، فبعمل لها إلس في الاخر. يعني اقول له ايه؟ اقول له اكس بتساوي كذا، وافضل شغال 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 بقى 5 الى اخره، وفي الاخر خالص اول ما الشرط يفسد يبقى بفولس، تدخل هنا تعمل الحاجه اللي موجوده فين؟ في الإلس. ولذلك تعالى شغل وبص معايا ايه اللي هيحصل. طبع الحاجات من اول واحد
واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة، وبعد كده قال لك افتر الاكس افتر اللوب بقى بقت كام؟ بقت ب 11، لان هو طبعها بعد اللوب. ليه؟ لان الشرط فسد، فراح هو عامل ايه؟ الالس. ممكن كمان تستخدم الوايل في انك تعمل اكواد تتكرر بناء على طلب اليوزر. يعني اجي اعمل كده واحط اكواد زي كده، اقول لك بص ايه اللي هيحصل. اول حاجه عملت متغير اسمه اجين، يعني كاني بساله اجين وخليته بواي، واي يعني يس، فهو انا خليته ديفولت بواي، بقول له اجين. طول ما الاجين بيساوي واي تفضل انت تنفذ الاكواد دي. فهو في الاخر هيطلب منه بعد ما يدخل اسمه ويرحب بيه يقول له هلو فلان، هيقول له اجين واي ولا ان؟ لو دخل واي هيكرر تاني، لو دخل اي حاجه غير الواي هيسكت فمش هيكرر. تعال نجرب مع بعض سيف وادي تشغيل. بيقول لي ايه؟ دخل اسمك، قلت له عمرو، دوست انتر قال لي هلو عمرو. اجين قلت له واي ودوست انتر قال لي طب دخل اسمك تاني، قلت له علي، دوس انتر قال لي هلو علي. اجين قلت له ان ودوست انتر خلص البرنامج. التكرار اللانهائي يعني لوب يفضل شغال على طول بدون ما يقف. يعني انا ممكن اعمل مثلا اكس بتساوي واحد واجي بعد كده اعمل وايل. تخيل معايا كده الوايل دي لو انا رحت اعطيها ايه؟ ترو. تخيل بفتح لها الضوء الاخضر يا وايل، تفضلي شغاله على طول. خلاص الترو هو الشرط بترو، يعني هيفضل ترو على طول. فاجي هنا اقول له برنت اكس وزود بقى الاكس براحتك، مفيش اي مشكله، كده كده هو اللوب مش هيقف. ده كده تكرار لا نهائي. سيف شغل كده هيقعد يعد 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 يعد، مش هيقف مش هيقف، هيفضل شغال على طول على طول على طول. شو هو ايه؟ هو هيفضل شغال لغايه اما انا اوقفه بنفسي. اوكي تمام. لو عايز تعملها بنفس الفور كده انت عملتها بالوايل، لو عايز تعملها نفس القصه بالفور لازم تستخدم الكاونت من الاتر تولز. فروم اتر تولز امبورت، هات لي ايه الكاونت منها. فبتيجي على الكاونت هنا بتشتغل بالكاونت، بتعمل نفس الحركه. لو انا جيت وعملت سيف بالفور وجيت شغلت على كده هتلاقيه يقعد يعد 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 يعد، مش هيقف لان هو تكرار لا نهائي، لازم انا اللي اوقفه بنفسي كده علشان يقف على طول. الخروج من التكرار، تخيل معايا لو انت عندك تكرار لا نهائي بالمنظر ده، اول ما بتيجي تشغله كده يفضل يعد 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 زي ما قلنا، وانت عايز تخرج منه بكل بساطه مفيش اي مشكله بفضل الله. لو انت جيت هنا مثلا مثلا في اي حته وجيت قلت اف، اول ما تلاقي الاكس مالها بتساوي مثلا خمسة، بص يعمل ايه؟ بريك. هو ده هو ده اللي بيخرج. سيف لو جيت شغلت كده هيطبع لغاية خمسة ويقف، لو انت خليتها خمسين هيطبع لغاية خمسين ويقف اهو، وهكذا. اللي هتعمله لو انت خليتها 500 هيطبع لغاية 500 ويقف اهو، اللي هتعمله هيتعمل معاك، ده كده بريك. انت بتقول له اخرج من مش بس التكرار اللانهائي. انت لو عندك حاجة زي كده وعملت سيف وجيت شغلت هتطبع كام؟ ها؟ طبعت كام؟ طبعت لك اللي انت طلبته اهو. تاني اهو طبعت لك ايه؟ اللي انت طلبته اهو. خلاص ما هوبتش ناحيه السته. حلو قوي. لو انا بقى جيت هنا وقبل ما تطبع قلت لها بصي اف، اول ما تلاقي الاكس دي بتساوي اربعه بري اهو سيف شغل، هتطبع لغايه الكام؟ واحد اتنين تلاتة، مش هتطبع حتى الأربعة. ليه؟ لأن أنت خرجتها من التكرار. الاستكمال في التكرار بالكونتينيو بريك بتكسر الفور خالص أو بتكسر اللوب أيا كان إيه هو. أما الكونتينيو لأ، الكونتينيو بتكسر اللفة اللي أنت فيها وترجع تكمل زي ما أنت. يعني بص تخيل معايا المثال ده، المثال ده بفضل الله هيفهمك. أنا دلوقتي عندي مجموعة من الأرقام عايز أجمعهم، فهنا أثناء الجمع في كل مرة هجمع 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 فبيكلفني أنا كود بيشتغل وبيتنفذ. فهنا انا عندي اصفار، بالعقل كده الاصفار دي ملهاش لازمه، الاصفار ملهاش لازمه انها تتجمع. فانا عمال الف الف على الليسته اللي انا عايز اجمعها. انا عندي الماي سم بيبدا بزيرو، فباجي هنا بعمل فور بلف على ارقام لفه بسيط جدا عشان اجمع في الايه ماي سم، وفي الاخر اطبع له الايه الماي سم. فانا هنا هعمل ايه؟ بعد كل عمليه جمع بقول له ايه؟ سم اوكي وزاوت ايه؟ زيرو. يعني بيجمع ما عدا ايه؟ الزيرو. ليه؟ لان انت هنا بتقول له اف لو لقيت اللفه، لو لقيت الرقم اللي انت بتلف فيه بيساوي زيرو كونتينيو. يعني ايه كونتينيو؟ يعني ما ينفذش كل الاكواد اللي تحت منها ويرجع يكمل التكرار، ما يكسروش ما يتكسرش يرجع يكمله تاني. يعني يوفر عليك، بدل ما يقابلك الزيرو وتجمع لا مش هيجمع خالص. الزيرو ايه؟ مش هيجمع خالص. ولذلك لان دلوقتي عندي كام رقم؟ 1 2 3 4 5 6 ارقام. يا ترى لو انا شغلت دلوقتي عملت سيف وشغلت هيطبع ستة؟ بص هنا عندك ستة، اول ايزي ستة،
الست اعتقالات. لا مشي كم مره؟ مشي واحد اثنين ثلاثه اربعه بس، مش اربعه وجمع لك والمجموع 17، مشي ايه؟ اربع مرات بس. ليه؟ لان في صفرين فشلهم، فوفر عليك. انشاء قائمه من التكرار. تخيل معايا لو انت مثلا عاوز تعمل نمز، الارقام دي بتساوي، انت هنا عايز تحط مثلا ايه، 1 2 3 4 لغايه 50، تخيل المجهود هيبقى عامل عليك ازاي. لا الموضوع بفضل الله بسيط جدا، انت اعمل نمبرز براحتك خالص، اعمل المتغير اللي يعجبك وقول له ده بيساوي. انت مش بتعمل القايمه بالطريقه دي، ادخل جوه القايمه وانشئ القايمه دي بالفور زي انت ما عاوز. يعني تقول له مثلا انا عندي نم، النم ده هو اللي هتشتغل عليه، فور. فور على ايه؟ فور على النم. خلاص ما هو هيرجعه لك. ان النم ده يبقى نظامه ايه بقى؟ ان رينج، زي ما اتعلمت في كل حاجه. يعني مثلا لو انا جيت هنا ورحت اعمل له ايه، 51، فهيجيب لك قايمه لغايه ال 50. تخيل. طب ما تيجي كده نطبع ونشوف. يعني انا اعمل برنت لايه، للنمبرز ديك، سيف، شغل كده. تعالى بص، طبع لك قايمه من الصفر لل 50. انت لو حبيت تعملها بمجهودك هتتعب جدا 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 جدا. انت ممكن تظبط اللي انت عايزه، ده انت لو جيت بعد الرينج زودت شرط هيحققه لك. يعني مثلا ما تشتغلش اف الا لو كان النم ده تمام من مضاعفات الاثنين، مودولس 2 بيساوي ايه؟ زيرو. هنعمل سيف وتعالى شغل، هيعمل لك القايمه زي انت ما عاوز بالارقام الزوجيه. انت متخيل؟ متخيل القصه؟ فانت هنا بتعمل اللي انت عايزه. انت ممكن تعمل قايمه بالحروف الابجديه بكل سهوله. تخيل ما كل ده اتعلمته انت قبل كده، هتعمله في القايمه لو شغلت دلوقتي. هيطبع لك من ايه لغايه الزد، قايمه جاهزه تستخدمها في اي وقت. فانت كده بتوفر جدا بفضل الله. لو عاوز تتعامل مع الوقت والتاريخ في البايثون بفضل الله سهله جدا 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 فوق ما تتخيل، بس تتعود عليها. اول حاجه بتعملها بتعمل امبورت للديت تايم، اول حاجه بتعملها امبورت ديت تايم. بعد كده بتبدا تنادي على الديت تايم دوت الديت تايم دوت، عايز منها ايه؟ يعني مثلا لو انا جيت قلت لك ديت تايم دوت ديت تايم دوت ناو، يعني انا عايز الوقت والتاريخ الحالي وهطبعه. لو انا جيت دلوقتي عملت سيف وشغلت هيطبع لك الوقت والتاريخ الحالي. تمام. ممكن اقول له ان انا عايز منها الديت، يعني عايز من الناو، من الناو خلاص وصلت لها، عايز منها الديت. فتروح طبعه للديت، سيف، شغل، هتطبع لك الديت فقط. بص على اخر حاجه اهي، الديت فقط. تمام. ممكن اقول له ان انا عاوز منها التايم، هيطبع لك سيف، شغل، هيطبع لك الوقت فقط، اهو الوقت فقط بنظام ال 24 ساعه. اوكي. ممكن اجي اقول له ان انا عاوز اعمل تاريخ بمزاجي، 31/12/2005 مثلا، فبكتب 2005 لاول السنه، بعد كده الشهر، بعد كده اليوم، وبطبع سيف، شغل، هتلاقيه طبع لك التاريخ اللي انت طلبته بنفسك. وكل دي ديت تايم. ممكن اجي اقول له ان انا عاوز اعمل وقت كاستم بمزاجي، الساعه كذا، الدقيقة كذا، الثانية كذا، اللحظات كذا، وسيف وشغل، هتلاقي اللي انت طلبته طالع. وممكن كمان تعمل تاريخ بمزاجك. يعني ازاي بمزاجك؟ يعني بص، انت الاول خدت متغير اسمه ناو، عملت خدت منه ايه؟ الناو اهو. فجيت هنا رحت عامل متغير دي وشلت فيه الداي من الناو، بتاخد من الناو بقى انت دلوقتي، بتاخد من الناو. وهنا المانس خدت فيه المانس من الناو، وهنا خدت الاير من الناو، وهنا خدت الاور من الناو، وهنا خدت المينت من الناو، وخدت السكند من الناو، وخدت الميكرو سكند من الناو. كل ده شلته، وفي الاخر بتدمج اللي انت عايزه. انت محوله هنا، محوله باس تي ار، محوله عشان تدمجه براحتك. فتيجي بعد كده تلزقهم في بعض او تعمل لهم فورمات، تعمل اللي انت عايزه، تطبع بالشكل اللي انت عايزه. لو عملت سيف وجيت شغلت هيطبع لك باللي انت طلبته، لان كل حاجه معاك تقدر تستخدمها زي انت ما عاوز. ده غير كمان ان الديت تايم ليه رموز ممكن تشتغل بيها. يعني ايه فورمات؟ يعني تخيل معايا لو انا جيت وعملت فورمات بالمنظر ده كده. بص، كل حاجه بتعبر عن حاجه. اول حاجه بستخدم اس تي ار اف تايم. اس تي ار اف تايم بحط فيها الحاجه اللي انا عايزها في قطعه نصيه بتجيبها لي. كل حاجه ليها حاجه. يعني مثلا علامه في الميه ايه كابيتال، تجيب لك الايه، اللونج دي نيم، اسم اليوم، وهنا تجيب لك اسم اليوم مختصر لما تكون سمول، وهكذا. كل حاجه ليها ايه؟ ليها حاجتها اهو. كل حاجه ليها حاجتها. كل رمز قدامك اهو بيعبر عن الحاجه اللي مكتوبه قدامه. واحده بتجيب لك اللونج داي نيم، واحده بتجيب لك الشورت داي نيم، واحده بتجيب لك اللونج مانث نيم البي كابيتال، واحده بتجيب لك الشورت مانث نيم البي سمول، وهكذا. ديت تايم بتيجي بالسي طبعا، علامه في الميه ثابته للفورمات. بعد كده
اللي انت عايزه، حتى لو عايز تجيب الهاور نمبر بنظام ال 12 ساعه علامه في المية اي كابيتال وهكذا. انت بتعمل اللي انت عايزه في هذا الفورمات، وفي النهايه تيجي تعمل فورمات زي كده ماي فورمات وتبدا تشغل كل ده، بيجيب لك اللي فات اهو سيف. بص تعالى شغل معايا، هتلاقي كل واحد طبع لك حاجه، واخر حاجه انت طبعتها بمزاجك اهو، التاريخ والوقت بنظام ال 12 ساعه بي ام ولا اي ام، كل حاجه ليها رمز، كل حاجه من دول ليها رمز اهو، كل حاجه من دول ايه ليها رمز اهو، الرموز دي كلها كده قدامك، كل رمز بيجيب حاجه معينه، وانت في النهايه بتشكل بيهم الحاجه اللي انت عاوزها. فتح الملف في البايثون علشان اقرا منه موضوع بسيط جدا بفضل الله. ده الملف اللي انا شغال عليه هنا في الفيجوال ستوديو كود. هنا لو انا عايز افتح الملف موجود، نفترض ان في هنا ملف موجود لسه انا ما عملتش حاجه ومفيش ملفات، تعال نجرب نفتح ملف. هعمل ايه؟ اول حاجه هعمل متغير اسميه فايل او اسميه باي اسم انا عايزه، واقول له ده بيساوي اوبن، اوبن على طول كده اوبن، وبين القوسين بتوع الاوبن بحط هنا الباث بتاع الملف. نفترض ان انا هفتح ملف اسمه ماي دوت تي اكس تي. بعد ما بفتح الملف واخلص اللي انا عايزه فيه بنده على الفايل ده واقول له دوت كلوز وقوسين، يعني انا شغلي بيكون هنا، شغلي بيكون ما بين الاوبن وما بين الكلوز. انا دلوقتي لو جيت عملت سيف وجيت شغلت ايه اللي هيحصل؟ طبيعي هيحصل ايرور. ليه؟ هيقول الفايل مش موجود. طب ما تيجي نخليه موجود، احط لك الملف هنا وده الملف اللي انا عايز افتحه وهو موجود ودي البيانات اللي فيه. لو انا دلوقتي جيت عملت سيف وجيت شغلت هيفتح الملف عادي مفيش اي مشكله. ليه؟ لان هو موجود. اما لو عايز انشئ ملف علشان اكتب عليه فبفضل الله الموضوع بسيط جدا. انا اصلا انت المفروض تكون عملت كوما، وبعد الكوما بتاعتك تعمل هنا ار، نص ار يريد، ده الديفولت بتاعك. انا مش عايز اعمل ريد، انا عايز اكتب. اه يبقى رايت دبليو. اجي هنا بقى انده على الفايل، انده على الفايل اللي انا عملته ده واقول له ايه؟ اقول له دوت رايت، انا عايز اكتب عليك. رايت لايه؟ رايت لاي حاجه انت عايزها، يعني مثلا انا هقول له رايت لي هلو، وبعد كده انزل سطر واجي بعد كده انده عليه تاني براحتي مفيش اي مشكله. اقول فايل دوت رايت مفيش اي مشكله، واقول له هنا ايه؟ اكتب مثلا كلمه هاي وهكذا. تعال نسميه ماي 2.txt. انا هنا هعمل سيف، ولاحظ هنا ده المكان اللي انا شغال عليه، ولاحظ اول ما هشغل ايه اللي هيحصل. بالفعل انشا ملف اسمه ماي 2، افتح الملف هتلاقي مكتوب جواه اللي انت عملته بفضل الله، بس خد بالك لازم تعمل كلوز، وده اساسه قلناه قبل كده. لو عاوز تقرا من ملف موجود ما بين فتحك للملف وقفلك للملف هنا بتشتغل. لو انا عملت برنت لمحتوى الملف فايل هقول له دوت ريد وقوسين. لو انا جيت عملت سيف، بص شغل كده الملف ده المحتوى اللي جوه الملف. تعالى كده نشغل ونطبع اللي احنا هنقراه. شغل قرأ الماي 2 سيف، شغل ماي قرأ الماي. ده الماي 2 اللي احنا انشأناه قبل كده، وده الماي اللي كان منشأ وقرأ الاثنين بكل سهولة. قراءة الاسطر من ملف موجود يعني ياخد الاسطر يحطها لك في قائمة. يعني انا دلوقتي لو جيت عملت ليست او سميها ماي اندرسكور ليست، والما اندرسكور ليست دي بتساوي ايه؟ بتساوي الملف اللي انت بتقرأ منه ده، تقول له ايه بقى؟ الفايل دوت ريد لاينز. خد بالك الريد لاينز تعمل ايه؟ ريد لاينز مش لاين، ريد لاينز تعمل ايه؟ ريد لاينز تحط لك الملف كله فين؟ في الماي ليست بتاعتك. بعد كده تطبع الماي ليست، كده خلاص الماي ليست معاك. حتى لو بعد غلق الملف قلت له برنت لي الماي اندرسكور ليست وجيت عملت سيف مظبوط على الماي، الماي ده اللي هو اني اللي هو ده اللي هو فيه الاسطر الطويله دي. تعالى بقى ايه شغل كده ايه اللي هيحصل. بص بيحط لك لوحده كل سطر كعنصر من عناصر القائمه، وفي اخر العنصر باك سلاش ان، علشان لو انت استخدمت بعد كده تفصل بالباك سلاش ان او تشتغل بالباك سلاش ان او تعمل اي حاجه انت عايزها بدلاله الباك سلاش ان. القراءه من مكان محدد، الموضوع بفضل الله بسيط جدا. انت كده كده لو فتحت ملف وقفلت ملف وبين الفتح والاغلاق عملت برنت لقراءه الملف، جبت من الفايل تطريد وجيت سيفت وشغلت، هيقرا لك كل الملف من البدايه، من البدايه الى النهايه. لو انت ما جيت بقى قبل ما تقرا وقبل ما تعمل اي عمليه، رحت عامل ازاي؟ ندهت على الفايل بتاعك اللي انت معرفه، قلت له دوت سيك، يعني انا عاوز اروح لحته محدده، قلت له اتنين
عملت سيف، لو جيت شغلت دلوقتي هيقرا من اول ايه؟ بص جاب من اول ال، ما جابش ويلكم كامله، قلت اتنين واحد اتنين، راح واقف هنا وقرا كل ده كده تمام، وهكذا. لو انا جيت وقلت له مثلا ايه 30 سيف شغلت، هيروح جايب من اول ما انت ما قلت له، بص جاب لك من اول فين، او من اول كلمه ايه ويندوز، من اول هنا كده جاب وبدا ايه يقرا. فهنا انت بتحدد المكان قبل ما تقرا. القراءه من الملف سطر تلو السطر، افهم القصه. لو انت فتحت الملف وقفلته، لو انت جيت وقرات قلت له ايه، لو انت جيت هنا وقلت له بص اف دوت ريد لاين، اطبع لي الاف دوت ايه دوت ريد لاين مره، ريد لاين يطبع لك ايه، يطبع لك اول سطر تلقائي، لان انت فتحت الملف فبيقف على اول المؤشر. لو جيت عملت سيف وجيت شغلت هتلاقيه طبع لك اول سطر من الملف. طيب لو انت جيت وعملتها مره تانية هيطبع لك السطر اللي بعده، هيطبع الاول ثم الثاني لوحده. لو انت جيت وعملتها مره تانية هيطبع لك سطر ايه تاني اهو، وهكذا. طبع لك بس هنا ايه، عشان البرنت بتنزل فهو بيعمل ايه، بيعمل زي ما انت ما شايف كده، واخد بالك. اما لو احنا كررناها بالمنظر ده كده، انا عندي خمس اسطر ماشي، خمس ايه اسطر. لو انا خدت دي كده وجيت كررتها هيبقى على نفس المكان اهو، لان هو كده كده اصلا فيه سطر كده. عملتها كم مره، واحد اتنين تلاته اربعه، هيطبع لك اربع اسطر اهو. تعالى هنا اعمل لي سيف واعمل لي تشغيل، هيطبع لك ايه اطبع اربع اسطر. حلو. لو انا جيت كررتها مره تانية هيطبع لك ايه خمس اسطر اللي هم اللي في الملف ماشي. انت هنا بتعمل ايه، سطر تلو السطر. طب لو جيت عملتها مره تانية بعد السطر الاخير وشغلت، هتلاقي ايه اللي هيحصل، ما بيطبعش حاجه تمام. حلو قوي. ممكن بقى تعمل ايه، ممكن تعملها في لوب، خد بالك، ممكن تعملها في ايه، في لوب. تخيل معايا كده، فتحت الملف مفروغ منه، قفلت الملف مفروغ منه في النهايه، جيت هنا عملت لاين على ترو، ترو عشان يبدا الوايل، يبدا الوايل بشغل على طول، يدخل في كل مره بيدي لللاين ريد لاين، في كل مره بيدي لللاين ريد لاين ويطبع، يدي لللاين ريد لاين ويطبع، يدي لللاين ريد لاين ويطبع، فبيقعد يطبع يطبع ويلف، اخر سطر اللاين ده بيبقى بفولس، فبيقف، بيبقى بصفر فبيقف، فيقعد يقرا 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 لغايه اما يجيب لك كل السطور اللي في الملف بالكامل تلقائي، من غير انت ما تقعد تكرر تكرر. يبقى كده عملت ايه، سطر تلو السطر، سيف شغل الملف اللي عندنا اسمه ماي سيف شغل اهو، طبع لك اللي انت قلت عليه، بس المسافات دي هو حاططها علشان الايه، البرنت اللي عندك. الابند على الملفات لازم تكون عارفه كويس جدا. يعني مثلا انا دلوقتي عندي ملف مكتوب فيه هلو وهاي، لو انا جيت فتحت الملف ده للكتابه ورحت جاي هنا نده عليه وقلت له رايت، رايت لايه، لاي حاجه، اوكي مثلا، اوكي 1، لو انا جيت دلوقتي عملت رايت للكلمه دي هيلغي لك كل اللي مكتوب ده ويكتب لك اوكي 1 بس. شغل كده، ادي سيف شغل، ايه اللي هيحصل بعد ما اخلص تشغيل، افتح الملف هتلاقي لك غلط كل اللي انت عملته. انت لازم في الحاله دي تكون عارف الابند، فهتيجي هنا تكتب المود بتاعه بدل دبليو تكتبه ايه، يعني ابند، يعني اكتب على اللي موجود، خلي اللي موجود زي ما هو ما تلغيهوليش واكتب عليه. فطبيعي جدا لو انا جيت وعملت اوكي 2، حتى لو انا عملت قبلها سطر مفيش اي مشكله، ادي سيف اوكي 1 هتلاقيها مكتوبه جوه زي ما هي. لو انا جيت بقى دلوقتي ورحت جاي مشغل، وبعد ما اشغل فتحت هتلاقي اوكي 2 كتبت بعد اوكي 1، ما لغاش اللي فات. لو انت جيت هنا وقلت له اوكي 3 سيف شغل، بعد ما يخلص تشغيل افتح الملف وبص هتلاقيه كمل لك. يبقى انا كده بعمل ايه، بعمل ابند على اللي مكتوب من غير ما افقده. اتعرف معايا على المودز المختلفه وانت بتفتح الملفات، لان مهم جدا تكون عارفها، وهي كما يلي. اول حاجه الدبليو، يعني هكتب على الملف، ار يعني هقرا من الملف، دبليو زائد يعني هكتب وفي نفس الوقت هقرا، ار زائد يعني هقرا وفي نفس الوقت هكتب، ابند يعني هكتب تكمله، اي بلس يعني هكتب تكمله وهقرا معاها. ونفس المودز اللي فوق دي ليها دبليو والار والدبليو والار بلس والاي والاي بلس والدبليو بلس، كل ده متكرر هو هو هنا بالظبط، بس زايد معاه حرف البي. حرف البي ده معناه ايه؟ حرف البي ده معناه ان ده باينري، حرف البي ده معناه ان ده ايه؟ باينري. باينري يعني ايه؟ يعني انا هكتب او هقرا من ملف باينري، مش ملف نصي، لا ملف باينري. الجمله وز الغلق الاشياء مهمه جدا انك تعرفها. تخيل معايا علشان تعرفها
هوريك حاجه بالنسبه للملف. الملف حاجه من اتنين، لا اما انت فتحته لا اما اتقفل. فلو عندك كود زي كده ايه اللي بيحصل؟ انا بشتغل بايه؟ بالاوبن دي ريد مثلا او وات ايفر، اي حاجه بشتغل بيها. لما انا بشتغل بيها على الماي اتنين ولا ماي ولا اي حاجه، ايه اللي بيحصل؟ بشتغل بيها as if with كذا as الايه الاف. دلوقتي هنا انا هعرض لك حاله الكلوزد قبل ما اخرج من الويز وبعد ما اخرج من الويز، مع العلم ان انا ما قفلتش الملف، ما قلتش اف دوت كلوز، لا ده كلوز دي بتعرض لي الحاله ترو ولا فولس، هو كلوز فعلا ولا لا. فانا هعرض لك الاثنين قبل ما اخرج من الويز وبعد ما اخرج من الويز، واذا استخدام لده جوه الويز وبعد الاستخدام هو بيقفله لوحده. ولذلك وبص على الاوتبوت بتاعتك اهي، بص اول حاجه عرض لك الملف بتاعك، بعد كده وانت جوه الويز كلوزد لا فولس، لكن بعد ما خرجت من الويز لوحده عمل كلوز، بقى الكلوزد بايه؟ بترو لوحده من غير انت ما تقول له فايل دوت كلوز. التحقق من وجود ملفات او مجلدات وانشاء المجلدات في البايثون بفضل الله سهل جدا. ركز كده في الكود اللي قدامك ده، اول حاجه بتعمل امبورت للاو اس عشان تشتغل منها. هنا بتقول ايه؟ بتنده على الاو اس دوت باث دوت اكزيستس، يعني هل الملف ده موجود؟ فبتحط نقطه قبلها علشان لو مش موجود يدخل ينشئه. ده مجلد اسمه ماي نيو فولدر 1، مش موجود. لو موجود نوت، يعني لو مش موجود، لو غير موجود، لو نوت اكزيستس يعني تنفي الشرط لانها اكزيستس موجود not exist. فيروح عامل ايه؟ بنشئ مجلد ازاي؟ بند على ال os.mkdir واحط اسم المجلد او مساره يتنشئ على طول. ونفس الكلام ممكن اعملها بالmake dirs ينشئ برضو المجلد، ونفس طريقة التحقق من وجود ملف او مجلد للملفات برضك. لو بقول له لو الملف ده غير موجود انشئه اسمه myfile.txt بالمنظر ده. لو انا دلوقتي جيت شغلت الثلاث حاجات دول مش موجودين، ولا my folder 1 ولا ماي نيو فولدر 2 ولا ماي فايل، كل ده مش موجود. فلو جيت عملت سيف واجي هنا اشغل، بص معايا ركز هنا ايه اللي هيحصل. هينشئ لك كل اللي انت طلبته، الماي نيو فولدر 1 والماي نيو فولدر 2 والماي فايل دوت تي اكس تي. احنا تحققنا من وجود ملفات او مجلدات وانشانا مجلدات في البايثون. حذف الملفات والمجلدات في البايثون سهل جدا بفضل الله، وهو ركز معايا في الكود ده. اول حاجه طبعا زي ما قلنا بتعمل امبورت للاو اس بالنسبة لوجود الملف قبل حذفه عشان ما يعملكش مشكلة. هنا مع المجلدات بتستخدم rm dir للحذف وتديله باث للمجلد، ومع الملفات بتستخدم remove، وكله بيجي منين؟ من الـ os. ركز في كل الحاجات اللي احنا انشأناها هنحذفها، نعمل سيف وتعالى نشغل مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. حذف كل اللي احنا انشأناه لاننا تحققنا منهم وبعد كده حذفناهم على طول. لو عندك مجلد وعايز تعرف ايه اللي موجود جواه من مجلدات وملفات بفضل الله مع البايثون سهل جدا. عملت لكم هنا مجلد اسمه نيو فولدر، تدخل جواه تلاقي جواه مجلدات وملفات. تعال نكتب الكود اللي بيعمل الكلام ده. بفضل الله اول حاجه بعمل امبورت للاو اس، بعد كده بنده على الاو اس دوت ليست داير وبديله الباث بتاع الفولدر اللي انا عايزه. ليست داير بيجيب لك كل حاجه جواه، فايلز موجوده معاك تمشي فيها زي ما انت عاوز. فور عملنا فايل ان الفايلز، فبقى معايا كل مرة مجلد أو ملف. بعرف منين هو مجلد أو ملف؟ ببص os.bus.isfile أكني بسأله is file، فلو is file هيكتب لك فايل ويعرض الملف قدامك، else يبقى فولدر، بيكتب لك فولدر ويعرض الملف إيه؟ قدامك، بس كده. لو عملت سيف وجيت شغلت هتلاقيه عارض لك كل اللي إحنا قلنا عليه، أهو ماسك لك واحد واحد. تعالى أكبر لك المكان بتاع الأوتبوت شوية وبص معايا إيه اللي حاصل هنا. أهو بص هنا ايه اللي حاصل؟ اهو بيقول لك ده فولدر اسمه نيو فولدر، فولدر اسمه نيو فولدر 2، نيو فولدر 3، بعد كده الملفات فايل 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 فايل، وحطيت لك كل الملفات. يبقى انت كده معاك كل الملفات والمجلدات بتعرفهم بسهوله مع البايثون. انشاء قائمه بالملفات والمجلدات. قبل كده كنا انشانا قائمه مختصره بالفور، سهل بفضل الله تعمل كده مع الملفات بكل سهوله. طبعا اول حاجه هتعمل امبورت للاو اس طبيعي، بعد كده هتعمل القائمه بتاعتك. عملت القائمه بتاعتك بنفس الطريقه بس ان ايه؟ ان عملت فور بس ان ايه؟ ان الاو اس دوت ليست داير وبتدي له مسار المجلد. بعد كده القائمه معاك بتشتغل عليها زي ما انت عاوز، بس اهو لو انا جيت عملت سيف وجيت شغلت القائمه بتبقى معاك فيها كل الحاجه اللي انت طلبتها باختصار. تنفيذ اوامر التيرمينال اكنك بالظبط فتحت الدوس وكتبت عليه امر من او اس دوت سيستم. تيجي هنا تحط الحاجه بتاعتك
طبعا انت في البدايه بتعمل امبورت للاو اس، بعد كده بتشتغل من السيستم منها وبتكتب جواها اي امر من اوامر الدوس. يعني مثلا هنا ام كي داير وبتاخد مسافه وبتقول له اسم مجلد، بينشئ لك داير بس بالدوس كده، انت بتنفذ الامر ده على الدوس سيف. لو جيت شغلت دلوقتي هينشئ لك بالفعل مجلد بامر من اوامر الدوس. نسخ الملفات، انا دلوقتي عندي هنا جوه المجلد نيو فولدر عندي ملف اسمه image.bmp. تعال نشوف هننسخه ازاي. طبعا اول حاجه بتعمل امبورت لل اتش يوتل، بتنده بعد كده منها على الكوبي 2 وبتحط هنا المسار اللي انت عايز تاخد منه نسخه كوبي، وبعد كده بتحط هنا المسار اللي انت عايز تحطها بس بالاسم الجديد، مفيش اي مشكله. فانا هنا هحطها في نفس المكان علشان انت تشوفها، هتبقى اسمها نيو فايل كوبي. تعالى نعمل سيف وتعالى نشغل ونشوف ايه اللي هيحصل. اهو بالفعل الملف اللي جوه زي ما هو موجود، وخد منه نسخه وحطها بره وسماه بالاسم الجديد. نقل الملفات، يعني بالظبط كانك بتعمل كات، يعني بتاخد الملف من مكان تنقله مكان تاني، يعني يبقى مش موجود في المكان الاولاني. طبعا اول حاجه بتعملها بتعمل امبورت للاس اتش يوتل، بعد كده بتعمل منها موف وبتحط له هنا الملف اللي انت عايز تاخده كات، وبتحط هنا المسار الجديد اللي هيتحط فيه بالاسم اللي انت عايزه. لو انا دلوقتي جيت قبل ما اشغل اوريك، عندي هنا ملف اسمه image.bmp، ارجع هنا تعال شغل البرنامج بعد الحفظ وشوف ايه اللي هيحصل. الملف اتنقل، طب ادخل هنا شوفه هل هو موجود؟ لا مش موجود، يبقى كده اتعمل له ايه؟ كات. نسخ المجلدات بكل ما فيها. تعال بص، انت اول حاجه بتعمل امبورت للاس اتش يوتل، بتيجي هنا بتنادي عليها، بعد كده بتنادي على الكوبي 3، يعني بتاخد مجلد كامل بكل ما فيه. انا ندهت على النيو فولدر اللي في نفس المكان، بتحط هنا الباص الاول، بعد كده بتحط هنا الباص اللي انت هتنسخ اليه بالاسم الجديد اللي انت عايزه. دلوقتي هياخد الملف المجلد ده بكل ما فيه من ملفات ومجلدات وهيحطه في نفس المكان بس باسم جديد نيو نسخ. دلوقتي انا هعمل سيف، تعال بص كويس هنا معايا، اول لما انا ما هعمل رن ايه اللي هيحصل؟ وبص هتلاقيه خد لك كل ما في المجلد ونسخه بالكامل بملفاته ومجلداته. استخدام الريجولار اكسبريشن مهم جدا في اي لغه برمجه، ولذلك في البايثون سهل جدا بفضل الله واكواده سهله جدا. اول حاجه بتعمل امبورت للار اي ريجولار اكسبريشن، بعد كده انت بتظبط كده كده الباترن بتاعك زي ما اتعلمت الريجولار اكسبريشن لانها مهمه جدا ولازم تتعلمها وشرحناها في كورسات كتير على القناه. هنا بحط الباترن بتاعي اللي انا عايزه يمثل التحقق، وبعد كده بحط التكست. التكست هنا انا بخليك تستلمه من المستخدم علشان تجرب اكتر من مره. بعد كده بتعمل متغير اسمه فيه، بتنده على الار اي اللي انت اشتغلت منه، وبعد كده بتقول له دوت ماتش، ماتش الايه؟ بتحط الباترن كوما بتحط التكست بيتحقق، وبتشوف كوريكت ولا انكوريكت. كوريكت بيدخل هنا، لو الفي لا يساوي نان يبقى ايه؟ يبقى كوريكت، غير كده انكوريكت، يعني لازم يكون لا يساوي نان، يعني لو بيساوي نان يبقى غلط، اما هو اذا كان لا يساوي نان يبقى ايه؟ يبقى كوريكت. ما تيجي نجرب مع بعض. تعالى نعمل سيف ونعمل تشغيل، هيطلب مني ان انا ادخل اسم. هنا انا عامل ايه؟ بقول له دخل اول حرف كابيتال اجباري، بعد كده الحروف سمول والخانات ما تقلش عن خانه وما تزيدش عن 15 خانه. انا دلوقتي هدخل مثلا احمد كلها سمول وهدوس انتر، انكوريكت غلط. طب ما تشغل تاني، هدخل احمد اول حرف كابيتال والباقي سمول بس هحط رقم في الاخر وهدوس، قال لي انكوريكت غلط. طب ما تشغل تاني، هدخل احمد صحيحه اول حرف كابيتال والباقي سمول وهدوس انتر، قال لي كوريكت. يبقى هو كده بيعتمد اللي انت عملته فيه الباترن. بايثون بتسهل لك العمليات الرياضيه واستخدام الرياضيات بكل سهوله بفضل الله، وركز معايا في الاكواد وانت تاخد بالك من القصه. طبعا في البدايه بتعمل امبورت للماس علشان تستخدم منها اللي انت عايزه، ممكن تجيب الباي، ممكن تجيب الجذر التربيعي، ممكن تقرب بالراوند، ممكن تجيب السيل علشان تقرب لفوق،
تجيب الفلور عشان تقرب لتحت، تعمل الابسولوت من عن طريق الاف ابس اللي موجوده جوه الماس او الابس اللي موجوده جوه البايثون على طول. ممكن تجيب الباور عن طريق الماس دوت باو اللي هي 5 أس 3، وممكن تعملها باو على طول من البايثون بشكل مباشر من غير ماس، وممكن تجيب الفاكتوريال من الماس، تجيب الاف سم علشان تجيب السمشن من الماس، او ممكن تعمل سم من البايثون على طول دايركت فيجيب لك الايه السمشن والمجموع بتاعك. ولو انت جمعت ليست معين وجيت عملت سمشن بتاعها وقسمته على عددها هيجيب لك المتوسط الحساب اللي هو الافريج. ولو جيت عملت سيف وجربت الكلام ده كله كده هتلاقيه اشتغل معاك بفضل الله علشان تكون فاهم القصه. معالجة الأخطاء في البايثون سهلة جدا جدا بفضل الله، وهي أخطاء زي مثلا إنك تقسم على الزيرو، أو إنك مثلا تندى على إندكس مش موجود، أو أي خطأ من هذه الأخطاء. طبعا في البداية أنت ممكن تعمله بشكل عادي جدا بفضل الله، وهو إنك بتعمل تراي واكسبت، تراي والكولوم بتاعها ومحتواها جواها، واكسبت والكولوم بتاعها ومحتواها جواها. يعني ايه؟ يعني انا بقوله لو حصل اي خطأ، مادام قلت اكسبت وما حددتش الخطأ، بقول له لو حصل اي خطا هنا طلع لي الرساله دي unknown error. انا بقول له كده، ممكن اطلع اي رساله تانية انا عايزها. ممكن كمان تحدد نوع الخطا، تقول له accept بس يكون ايه، يكون zero division error، يعني الاسم على الصفر as ex، فتقوم تستخدم الاي اكس فتعرضه فيتعرض الخطا الحقيقي. ممكن تحدد اكتر من خطا، يعني تقول له لو هو قسم على الزيرو تطلع له الرسالة، ولو هو غلط في الاندكس تطلع له الرسالة، ولو هو اكسبت وانت مش عارفه تطلع له الرسالة. مفيش اي مشكلة بفضل الله. وممكن كمان تعمل جزء فاينالي، فاينالي ده يتنفذ في كل الحالات، يتنفذ لو انت الكود بتاعك اشتغل بنجاح، ويتنفذ لو انت الكود بتاعك حصل فيه ايرور. يتنفذ في كل الحالات، الفاينل الجزء فاينل يتنفذ في كل الحالات. بيدخل يعمل تراي، اول ما بيشتغل يشتغل يشتغل، يقف عند حتة معينة ويعمل ايرور، او يشتغل بالكامل وما يعملش ايرور، في كل الحالات الفاينالي هيشتغل. هنا عندنا احنا بنطلب من اليوزر يدخل النم 1 والنم 2. مثلا انا دلوقتي لو جيت وشغلت هذا البرنامج بالمنظر ده كده، هيطلب مني الرقم الاول، قلت له 5. الرقم الثاني قلت له 5، 5 على 5 مفيش فيها مشكله. قال لي دخل لي الايه الاندكس بتاعك، حلو، فانا هدخل له اندكس موجود زيرو مثلا، وادوس انتر، مفيش اي ايرور وكل حاجه اشتغلت صح، الفاينل اشتغلت حلو قوي. طب ما تيجي نشغل تاني كده، هدخل له الرقم الاول بخمسه والرقم التاني بزيرو عشان يطلع لي ايرور، هدوس انتر، بص قال لي ايرور انت قسمت على الزيرو، وطلع الفاينل برضه. طب ما تيجي تشغل تاني كده، قال لي الرقم الاول اهو، قال لي الرقم التاني اهو، مفيش مشكله. الاندكس هديله اندكس بعيد مش موجود، قال لي ايه انت غلطت في الاندكس، وطلع برضو الفاينالي. ده كده معالجة الاخطاء، عشان اي خطأ يحصل لك في البايثون تقدر تعالجه بكل سهولة بفضل الله. قراءة ملفات الـ CSV comma separated value سهلة جدا مع بايثون بفضل الله، وهي انت بتفتح الملف وتقرأ منه وتعمل اللي انت عايزه وتقفله. الملف اللي عندنا اللي هنتعامل معاه هو ده info.csv، في جواه شوية جروبز، هنعتبر ان ده جروب وده جروب وده جروب. فهنيجي هنا علشان اشتغل واقرا منه سي اس في، بحط الكود بتاعي. بص على الكود كده واحده واحده، اول حاجه بتعمل امبورت لسي اس في، بعد كده بتفتح الملف عادي جدا، بعد كده بتبدا تقول له انا عايز اعمل ريدر، خلاص ار بتساوي سي اس في دوت ريدر، وتدي له الملف فبيروح قارئ. تبدا انت تقول له، تنده على الار وتقول له ايه، تحط الار في النكست، تحط الار في النكست تاخد جروب، تحط الار في النكست مره تانية تاخد جروب، تحط وهكذا. فانا عملت ايه هنا؟ خدت الجروب الاول وطبعته، خدت جروب الثاني وطبعته، خدت جروب الثالث وطبعته، وفي الاخر قفلت الملف. لو جيت حبيت تقرا، تعالى كده نعمل سيف وتعالى نبص مع بعض وتعالى نشغل ونشوف ايه اللي هيحصل. هيقرا من نفس الملف info.csv وقراه لك، وحط لك كل جروب في قائمه بكل سهوله. بداية إنشاء الدوال مع بايثون سهل جدا بفضل الله، وهو أول حاجة بتكتب ديف وبتاخد مسافة وبتدي اسم للدالة اللي أنت عاوزها، مثلا فانك 1، وبتعمل بعد كده أقواس وتعمل الكولوم بتاعتها وتكتب جوه الكود اللي أنت عايزه. لو أنت عايز تعمل دوكيومنتيشن لهذه الدالة بتعمل ترابل سنجل كوت وترابل سنجل كوت، وبتدخل هنا تكتب كل اللي أنت عايزه دوكيومنتيشن لهذه الدالة.
ولو انت عايز تكتب اي اكواد هذه الداله بتقوم بتنفيذها، بتكتب الاكواد اللي انت عايزها زي ما اتعلمت بالظبط بفضل الله. مثلا الداله دي بتكتب هلو 1، لو انا جيت بعد كده شغلت البرنامج ده مش هيعمل اي حاجه. ليه؟ لان انا اصلا عملت الداله ولكن لم انادي عليها. بنبه عليها ازاي؟ مفيش، بكتب اسمها كده وبعد كده بعمل قوسين بس، ما بعملش حاجه تاني. اول ما تشغل دلوقتي هينفذ لك اللي جوه الداله اللي هو هلو 1. طبعا الدوكيومنتيشن ما يتبصش عليه. عايز تعمل الدوكيومنتيشن بترابل دبل كوت مفيش اي مشكله بفضل الله، ممكن تعمل اي حاجه انت عايزها من الدوال. لو عايز الداله ما تنفذش حاجه خالص بتكتب كلمه باص وتشغل، هتلاقيها ما عملتش خطا وفي نفس الوقت شغاله ما بتعملش حاجه. لو انت عايز تكتب اي نظام من الدوال بتكتب بفضل الله مفيش اي مشكله. اهو انا هنا كاتب داله بتكتب كذا وكذا، وهنا كاتب داله بتكتب كذا وكذا، بتعمل اللي انت عايزه بفضل الله، وبتنادي على الدوال اللي انت عايزها في اي وقت بالترتيب اللي انت عايزه. يعني انا نادت على الفانك 2 بعد كده فانك 3 بعد كده فانك 1 مفيش اي مشكله. ولو جيت شغلت بفضل الله هتلاقي كل ده اشتغل معاك بكل سهوله وبيوفر عليك اكواد طبعا، لان الدوال انت بتعملها وبتنادي عليها مره واحده بس بتشتغل معاك في اي حاجه انت عايزها. انشاء داله تستقبل وسائط، يعني انت بتعمل الداله وبتستنى ان هو اللي هيستخدمها هيدخل لك فيها قيمه او قيم اكتر مفيش اي مشكله بفضل الله. بتعمل داله وبتقول انا عايز استلم منك النيم، بتاخد انت منه النيم ده بعد كده وتعمل عليه العمليات اللي انت عايزها. ممكن تستقبل اي حاجه انت عايزها. هنا نادهت على الداله اسمها سي هلو واديتها اسم، ونادهت عليها هنا واديتها اسم، ونادهت عليها هنا واديتها اسم، هتروح قايله هلو ده وهلو ده وهلو ده. يعني انت كده استخدمتها ثلاث مرات مع انك انت كتبتها ايه مره واحده فقط، طبعت مره واحده فقط ولكن تستخدمها مرات متعدده. تعالوا نجرب مع بعض كده ونعمل سيف ونشغل، هتلاقي الدنيا اشتغلت وهتلاقي كل حاجه بفضل الله زي الفل وسهل. ممكن كمان نعمل داله بتستقبل مني رقم اول ورقم تاني وعمليه اللي هو عايز يعملها، سواء كانت جمع او طرح او ضرب او قسمه، وابدا انا انفذ له اللي هو عايزه بالمنظر ده كده. دي الداله عندنا، بص اللي هيحصل فيها ايه. الداله هنا بتقول لك ايه؟ بتقول لك انا هستقبل منك رقم اول ورقم تاني واوبي الاوبري، العمليه اللي انت عايز تعملها، الاوبريشن اللي انت هتعملها. لو هي بزائد انا هجمعهم لك، هطبع لك جمعهم، ولو طرح هطرحهم لك، هطبع لك طرحهم، ولو ضرب هطبع لك ضربهم، ولو قسمه هشوف الاول لو بالزيرو هرجعها لواحد واقسم لك، ولو المودلس نفس القصه. وفي الاخر انت تقدر تستخدم الكالك دي باي طريقه انت عايزها. لو انا دلوقتي جيت استخدمتها هتلاقيه عمل لك العمليات دي مع ان انت كتبتها مره واحده بس وداله واحده بس، لكن تستخدمها مرات متعدده. لو انا جيت شغلت دلوقتي هتلاقيه جمعهم لك وطرحهم لك وضربهم لك وقسمهم لك وعملهم مودلس بكل سهوله علشان انت عملت داله وعرفت تشغل نفسك بفضل الله. تقدر تعمل داله بتستقبل وسائط لا نهائيه زي ما انت معاوز بفضل الله بكل سهوله، عن طريق انك بتحط استرسك او نجمه قبل المتغير اللي انت هتستلمه، فبيستلمه كقايمه وبيحط فيه كل حاجه انت بعتها الى ما لا نهايه. يعني انا دلوقتي لو عايز اعمل الداله دي بعملها بالطريقه دي، بحط استرسك بس نجمه بس، هو كده بيفهم ايه؟ بيفهم ان انا هستقبل منه ممكن اسم اثنين وثلاثة متغير واثنين وثلاثة واربعة براحتك لما تيجي يعني تستخدم هذه الدالة. هنا برنت طيب بيطبع لك الطيب بتاع كل واحدة، وهنا النمز نفسه بيطبع لك الايه؟ النمز نفسه كله على بعضيه، يعني بيطبعه كلستة. لو انت عايز تطبعه نشوفه مع بعض. اهو انا هنا ندهت عليها قلت له نمز ورحت مدخل له شوية ايه؟ شوية اسماء. انا دلوقتي لو جيت عملت سيف وجيت شغلت هتلاقيه طبع لك كل الاسماء اللي انت دخلتها قدامك اهي كطبل، طبعها لك كطبل زي الطبل او الليست بالظبط. تقدر انت بقى جوه هنا تعمل لوب وتعمل فيه كل اللي انت عايزه بتحكم كامل باي بيانات انت عايزها بكل سهوله بفضل الله. انشاء داله ترجع قيمه، يعني داله لما هتستخدمها هيتشال ويتحط مكانها قيمه. ازاي؟ تخيل معايا الكود اللي قدامك ده، دي داله اسمها ماي فانك. الداله دي بتعمل بعض العمليات وفي ريتيرن، ريتيرن لكذا. الكذا ده ايا كان بقى نص ولا رقم ولا اي حاجه ولا متغيرات انت استلمتها وعملت عليها عمليات معالجه مفيش اي مشكله. هي السر كله في ايه؟ في ريتيرن. ريتيرن ده هتعمل ايه؟ ريتيرن هترجع لك كل الكلام ده. انت ممكن تكون عامل اف وعامل ريتيرن جوه دي وريتيرن جوه الالس وهكذا، يعني ممكن تكون عامل لوب وعامل ريتيرن جوه اللوب. ايا كان انا هنا عامل لك بيفور ريتيرن وافتر ريتيرن. ليه؟ عشان تاخد بالك ان الريتيرن دي لا ينفذ بعدها شيء، يعني اول ما بتيجي عندها خلاص مفيش كود بعدها بيتنفذ. ولذلك هنا احنا عملنا ماي ريتيرن فال متغير بيستقبل اللي راجع من الداله، يعني الداله دي هتتشال وهيرجع مكانها، هيتحط مكانها القيمه اللي هتتريترن على طول. وهنا بعمل لك برنت، شوف ايه اللي هيحصل. تعال نشغل سيف وشغل وشوف ايه اللي هيحصل. بص قال لك ايه؟
بيفور ريتيرن، ده ما قبل ريتيرن، وراح عامل ريتيرن وما قالكش افتر ريتيرن، وعامل لك عليها علامه صفراء تعملها ليه؟ ليه؟ لان بعد الريتيرن ما فيش حاجه بتتعمل، فان الريتيرن ده اللي بترجع قيمه علشان تقدر تعمل بيها عمليات بعد كده. انشاء داله تعتمد على فكره القاموس، حاجه جامده جدا وروعه في التفكير. تخيل معايا لو انت عملت داله بالمنظر ده، ايه اللي هيحصل هنا؟ هنا انت بتعمل داله، الداله دي بتستقبل رقم مثلا، رقم في حالتنا هنا رقم، وبتعمل ريتيرن لقاموس، خد بالك ريتيرن لقاموس، اه القاموس ده هتاخد منه قيمه، فبتعمل بعديه الاقواس بتاعته، وهنا بتحط ايه؟ بتحط القيمه اللي هو بعتها، فهيدخل. لو القيمة اللي هو بعتها موافقة لزيرو هيطبع لك، هيبعت لك زيرو، ولو موافقة لواحد هيبعت لك، وهكذا لغاية الآخر، وهكذا أي حاجة هتبعتها وأي فكرة ممكن تعملها. يعني مش شرط بس يكون أرقام، أنت ممكن تستقبل اسم، القاموس أنت اشتغلت معاه قبل كده وعارفه، فأنت تقدر هنا تستقبل أي حاجة وترجعها ريتيرن للقاموس، قيمة القاموس كذا 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 بس. فأنت بدل ما بتريتيرن القاموس كله بتريتيرن القيمة اللي هو رجعها لك، فبالتالي بتقدر تستخدم الكود ده لتنفيذ حاجات جامدة جدا جدا جدا. ولذلك لو أنا جيت استخدمت هذه الدالة بالمنظر ده كده، مرة أبعت لها صفر وواحد لغاية الإيه؟ العشرة، وتعالى نشوف لو احنا شغلناها ايه اللي هيحصل. بس وسع لي الاوتبوت شويه كده لان هيطبع لي ايه حاجات كتير. سيف وادي شغل وشوف ايه اللي هيحصل، اهو طبعا لك 0 1 2 لغايه ال 10. يبقى انت هنا تقدر تستخدم نفس الفكره بالقاموس جوه الداله لتنفيذ حاجات كتيره جميله جدا. استخدام اللامدا اكسبريشن، تخيل معايا لو انا عملت لك متغير، المتغير ده خليتك انت بعد كده تستخدمه كداله. تخيل يعني مثلا لو انا جيت عملت مثلا متغير اسمه كالك، الكالك ده جيت قلت لك ده بيساوي ايه؟ قلت لك انا عايز اعمل لامدا. اللامدا هتعملها بايه؟ شوف انا دلوقتي لما هاجي اعملها عايز استقبل نم 1 واستقبل نم 2، حلو كده؟ حلو. هتعمل كولون، ادخل اللي انت هتعمله ايه؟ ولا اي حاجه، عايزك ترجع لي من غير ما اكتب ريتيرن، اه سهله، عايزك ترجع لي النم 1 زائد النم 2 ناتج جمعهم، بس كده بس كده. تخيل ده كده اصبح كود جوه المتغير. يعني انا دلوقتي اقدر اعمل برنت واستخدم المتغير كالك ده وكانه داله بالظبط، كالك وافتح واديله مثلا 7 و3، تخيل، واستخدمه بكل الطرق اللي انا عايزها. يعني ممكن احط له ارقام مختلفه مثلا 5 و7، واخد بالك، مثلا اديله 10 و13، وهكذا استخدمه زي ما انا معاوز. اعمل سيف وشغل وهتشوف بنفسك اهو جمع لك 10 و12 و23. ده علشان انت استخدمت اللمبدا، اللمبدا حاجه تعبير على طول بتاخدها المتغير بتشتغل بيها، بتنجز لك اوقاتك على طول بفضل الله. ريكيرجن فانكشن، ده اللي بتنادي على نفسها. ولو انت عاوز تفهم الموضوع ده كويس قوي 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 قوي، راجع كورس البايثون اللي عملناه قبل كده الطويل اللي هو على القناه درس رقم 84. تخيل معايا الداله قدامك اهي، الداله دي بتنادي على نفسها، بترجع فاكتوريال، بتعمل فاكتوريال. لو الرقم اللي انت بعته بصفر هيبعت لك على طول ايه؟ 1 ويسكت. ليه؟ لان فاكتوريال الصفر بيساوي 1، لو غير كده هيفضل يبعت الرقم مضروب في الداله وجواها النم ناقص 1، يطرح منه في كل لفه 1 وينادي على نفسه، يطرح منه في كل لفه 1 لغايه اما يوصل للصفر ويروح باعت لك الايه؟ الفاكتوريال. عاوز تستخدمها استخدمك اهو، فاكتوريال 3، فاكتوريال 4، فاكتوريال 5، سيف وشغل معايا هيطلع لك فاكتوريال 3، فاكتوريال 3 6، فاكتوريال 4 24، فاكتوريال 5 120. يبقى انت كده عملت داله بتنادي على نفسها بكل بساطه بفضل الله. ولو عايز تفهم اكتر راجع درس 84. انشاء موديول كمكتبه اكواد قابله للتنفيذ بفضل الله. اول حاجه هعملها هعمل ملف هنا اسمه my.py، وده هو الموديول او هو المكتبه بتاعتي. انا هاخد الملف ده وافتحه على فيجوال ستوديو كود واحط جواه الاكواد دي. الاكواد دي اكواد احنا خدناها قبل كده بتنفذ حاجات معينه، ده اللي اسمها سيلو وده اللي اسمها كالك بشتغل بيها. واعمل سيف للملف ده وهقفله. هو ده الموديول بتاعك دلوقتي. انت كده عملت موديول عاوز تنادي عليه، نادي عليه امبورت ماي، زي ما كنت بتعمل امبورت لحاجتهم هم، انت كده بتعمل امبورت لحاجتك انت. عاوز تستخدمه استخدمه عادي بكلك، عاوز تستخدمه استخدمه عادي بسهل له، مفيش اي مشكله تستخدم اللي جواه ما دام ندهت عليه، وبنفس الطريقه تعمل اللي انت عايزه. لو عايز تعمل فروم الماي امبورت كالك براحتك، فروم الماي امبورت سهل له براحتك، مفيش اي مشكله. وادي سيف وشغل معايا هتلاقي الكود بتاعك اتنفذ بفضل الله، مفيش فيه اي مشكله، وهعمل لك الملفات اللي زي ما تنفيذ اكواد من نص او من ملف خارجي. تخيل انك ممكن تحط نص والنص ده يكون جواه كود وتشغله عادي على البايثون. يعني مثلا انا دلوقتي هعمل اكزك،
اكزيك يعني ايه؟ يعني تنفيذ. وجوه هنا هكتب نص، النص نص مش كتابة كود، لا نص، النص ده جوه هكتب فيه مثلا برنت، وهنا هكتب هلو. تخيل ان دي كده تشتغل، انا ما عملتش برنت هلو، لا ده انا عملت اكزيك ونفذت نص، والنص ده جواه كود. يعني لو انا دلوقتي عملت سيف وجيت شغلت هتلاقيه طبع لك هلو، مفيش اي مشكله بفضل الله. ولو انت عاوز تشتغل بطريقه انك تعمل ملف خارجي وتنفذ منه الاكواد، خلاص تعالى خلينا نعمل ملف ماي كود دوت بي واي. والملف ده هفتحه على فيجوال ستوديو كود وهحط جواه الكود ده، كود فيه طباعه وكود فيه طباعه اخرى بالفور وكود فيه داله ممكن انادي عليها، وادي سيف حفظته خلاص اقفله. تعالى هنا بقى نادي اكزك واوبن للملف دوت ريد. بص خد بالك اوبن وحطيت الملف وبعد كده عملت دوت ريد على طول بعد الاوبن كده، هو يقرا الملف وينفذه كمان، هياخد كل الكود اللي فيه ينفذه. لو عملت سيف وجيت شغلت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيطبع لك كل اللي مكتوب جوه الملف من اول للاخر. حلو. ولو انت جيت هنا ونفذت كود نص زي ما قلت لك هتنفذ كود عادي مفيش اي مشكله نصي. ولو انت جيت هنا و اشتغلت بالداله اللي جوه الملف اللي هو اصلا اتنفذ وشغلت كده هتلاقيه اشتغل عادي مفيش اي مشكله، لان الداله دي جوه الملف وانت عملت له اكزك فهو نفذها وشافها عادي جدا بفضل الله. اظهار المساعده لاي حاجه كنت انت عاملها او مش عاملها او موجوده او بتستخدمها. يعني مثلا تخيل معايا لو انا عملت هيلب وبتعمل اقواس، وجوه الاقواس حط اي حاجه انت عاملها، حتى لو حاجه مش معموله، حتى لو حاجه انت عملتها اي حاجه، يعني مثلا طابل، يعني مثلا STR، يعني مثلا اي حاجه من اللي انت بتستخدمها او حتى حاجه انت عملتها بعد كده سواء كانت داله او غيرها. تخيل معايا لو انا عملت سيف دلوقتي وجيت شغلت ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لك هيلب عن الحاجه اللي انت كاتبها، بيقول لك مور 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 مور، شوف شوف كتير بقى، شوف كتير، تعرف الهيلب بتاعها من اوله الى اخره، تبقى شايف كل حاجه وعارف كل حاجه عنها. بص كتير 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 هلب 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 عن الطبل. ليه؟ عشان تاخد فكره عن هذا الموضوع. الكلام ده لاي حاجه عندك في البايثون بالهلب بتستخدمها عشان تظهر لك تفاصيلها على طول بفضل الله. اكتشاف اي حاجه من حاجه البايثون علشان تعرفها بسهوله بفضل الله. تخيل معايا لو انا دلوقتي عملت برنت وجوه البرنت هنا رحت كاتب ايه؟ رحت كاتب داير وقوسين، جيت عملت سيف وجيت شغلت كده هتلاقيه عرض لك الحاجات الافتراضيه الموجوده اصلا عندك. تخيل لو انت حطيت جوه الداير دي اي حاجه هتعرف تفاصيلها، يعني مثلا الاس تي ار، الاس تي ار اللي هو النص، مش احنا قبل كده تعرضنا لبعض تفاصيله واستخدمنا بعض تفاصيله؟ طب تخيل معايا كده لو انا جيت شغلت على هذا الوضع وقلت له داير للاس تي ار، بص هيطلع لك كل حاجه، الحاجات اللي استخدمتها والحاجات اللي ما استخدمتهاش، تاخد فكره تعرف ايه اللي موجود. يعني مثلا الابر احنا استخدمناه، يعني مثلا اللور احنا استخدمناه، مثلا از لور از نيوميريك، كل الكلام ده في بعض الحاجات احنا استخدمناها وبعضها ما استخدمناهاش. فانت بالطريقه دي تقدر تعرف اي حاجه جوه البايثون بكل سهوله. طبعا مفاهيم الاوبجكت اورينتد بروجرامنج مهمه جدا انك تكون فاهمها، والكلاس جوه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج يتكون من خصائص ويتكون من وظائف. ولانشاء كلاس كل اللي انا بعمله بكتب كلمه كلاس وبعد كده بديله اسم الكلاس اللي انا عايزه. لما اكون عايز طبعا بعمل بعد كده كولون واشتغل. لما بكون عايز اعمل كلاس جواه خصائص بعمله بهذا الشكل. خصائص ما هي الا شويه متغيرات بحط فيها قيم جوه الكلاس عشان بعد كده لما اجي استخدمه الاقيها جواه. ولو عاوز تعمل كلاس جواه وظائف بتعمله بالمنظر ده. القصه كلها يعني ايه وظائف؟ يعني شويه دوال جوه الكلاس عشان بعد كده لما تيجي تستخدمه تنادي عليها تلاقيها بفضل الله جوه الكلاس. انشاء كلاس به خصائص ووظائف معا. انا لو عملت كلاس اسمه امبلوي والكلاس ده جوه منه رقم ايه؟ رقم الموظف، اسم ايه؟ اسم الموظف، وهكذا، عنوان الموظف، سالري، المرتب، اكتف، هل هو فعال ولا لا؟ جيت داتا يرجع لك، يعمل ريتيرن، يجمع الداتا بتاعته جوه متغير ويعمل له ريتيرن يرجعه لك. برنت داتا بتطبع البيانات بالجيت داتا اللي هي عملها. وهنا طبعا لازم تعمل متغير علشان السيلف، لازم اي داله تعملها جوه كلاس تعمل له سيلف او اي متغير عموما علشان تنادي عليه، وده الاوبجكت، ده الاوبجكت اللي هيتعمل بعد كده، دي حاجه معروفه في البايثون. يبقى انا دلوقتي عملت كلاس جوه منه خصائص ووظائف في نفس الوقت. انشاء كلاس واستخدامه. اول حاجه قبل ما تستخدم الكلاس لازم يكون عندك هذا الكلاس. تعمل كلاس زي كده جواه بعض الخصائص وبعض الوظائف
كل اللي انت بتعمله علشان تستخدم هذا الكلاس بتعمل متغير وتقول له انك بتساوي كلاس اسم الكلاس وقوسين بس كده. انت عملت ايه؟ كده انت انشأت اوبجكت من هذا الكلاس. طب عايز تستخدمه، خلاص نادي على الاوبجكت بعد كده واعمل فيه اللي انت عايزه. تقول له ان الخاصيه نمبر اللي جوه الاوبجكت ده كذا، والنيم كذا، والادرس كذا. ولو عملت اوبجكت تاني هيكون كل اوبجكت مستقل عن الاخر، كل اوبجكت ليه بياناته مستقله تماما تماما تماما. ولو انت جيت ندهت على الدوال اللي جوه الكلاس اللي انت هتستخدمها من الاوبجكت مش هتبعت لها حاجه. اوعى تكون فاكر انك هتبعت لها السيلف، لا مش هتبعته لها، هتنادي عليه على طول. السيلف ده حاجه افتراضيه عشان يعبر عن الاوبجكت اللي انت بتستخدمه. فبالتالي لو انت دلوقتي جيت شغلت هيعمل لك بالفعل برنت داتا. طب جرب معايا واعمل سيف واعمل تشغيل وبص على البيانات، هتلاقيها طبعت بفضل الله ما فيش اي مشكله. انشاء كلاس وعمل اكثر من اوبجكت له علشان نفهم اكتر بفضل الله. تخيل معايا انت عندك كلاس بس بمفهوم اخر، وهو انك انت هتستقبل الموديل والكالر علشان الكار. فانت عندك موديل وكالر، هتظبط الموديل والكالر هنا بالسيلف. طبعا سيلف دوت موديل اللي هو هنا، سيلف يبقى هنا، ده دوت موديل بيساوي الموديل اللي مبعوت، وهكذا. بياخد منك البيانات سيت داتا ويحطها فين؟ في الكلاس، عشان لما تيجي بعد كده تعمل جيت داتا او برنت داتا يطبع لك البيانات اللي انت عملت لها سيت. طب حلو قوي، انا بقى هاجي هنا واعمل ايه؟ اعمل ثلاثه اوبجكت، كار 1 وكار 2 وكار 3، كلهم من الكار، من الكلاس اللي اسمه كار. حلو قوي، لو انا دلوقتي جيت استخدمهم هعمل لهم سيت داتا، هحط لكل واحده داتا مختلفه، وهاجي اعمل برنت داتا بفضل الله هستخدمهم مفيش اي مشكله بنفس البيانات اللي انا دخلتها. طب ما تيجي نعمل سيف وتيجي نعمل تشغيل، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي عندي البيانات زي ما طلبتها بفضل الله موجوده مفيش اي مشكله عندي. ولو شغلت تاني في اي وقت هتلاقي نفس البيانات موجوده بفضل الله مفيش اي مشكله. وسع لنفسك وشغل تاني وبص معايا اهي موجودة كلها، عندك الاوبجكتس، كل اوبجكت مستقل عن الاخر. دالة البناء او الكونستراكتور في الكلاس حاجة بتتنفذ لوحدها اول انت ما بتعرف اوبجكت من الكلاس، حتى لو انت لم تنادي عليها بتتنفذ تلقائيا. تخيل معايا انت عندك الكود، دالة البناء بتتعمل ازاي؟ بتتعمل بالطريقة دي. دالة البناء هي اسمها اندرسكور اندرسكور اي ان اي تي اندرسكور اندرسكور، وبتديها السيلف عادي زي اي حاجة، واي كود انت بتحطه هنا على طول لوحده بيتم تنفيذه اول ما بتعمل اوبجكت. يعني انا عمل اوبجكت واثنين وثلاثة، يعني معنى كده ان الكود ده هيتنفذ كم مرة؟ هيتنفذ ثلاث مرات. اعمل سيف وتعالى شغل معايا وبص ايه اللي هيحصل. تلقائي من غير ما نادي على حاجة انفذ اول واحد وثاني واحد وثالث واحد تلقائيا على طول بدالة البناء. وسائط مع دالة البناء بتجبرك انك تخلي المستخدم وهو بيعرف اوبجكت من الكلاس لازم يبعت القيم بتاعته بالمنظر ده كده. بص معايا على الكود هتاخد بالك من القصة. انت هنا عملت الكلاس بتاعك، لما جيت تعمل دالة البناء طلبت منه ان هو يدخل امبلوي اي دي، وطلبت منه ان هو يدخل امبلوي نيم علشان تديهم نسخة عشان تنادي عليهم بعد كده. حلو قوي، انت هنا بتعمل برنت داتا، لما بتيجي تعرف الاوبجكت لازم تبعت له الاي دي والنيم، لازم. ليه؟ علشان انت قلت انك هتستلمهم في دالة البناء او الكونستراكتور اي ان اي تي باندر سكور من ناحيتين مرتين، لازم تبعت له زي ما بعت وطلبت في دالة البناء، لازم تبعت له هنا بالظبط. انا دلوقتي لو جيت شغلت هتلاقيه طبع البيانات للثلاث موظفين. بص معايا اهو طبعا البيانات لثلاث موظفين. ليه؟ لان انت لازم تبعت القيم لانك طلبت وسائط في دالة البناء، فبذلك لازم تبعت الوسائط دي لما تيجي تعرف اي اوبجكت من الكلاس. انشاء عداد واندكس للاوبجكتس. فاكر لما عملنا قبل كده من الاتر تولز جبنا الكاونت عشان نعمل لوب لا نهائي بالفور؟ هنعمل احنا دلوقتي حاجة زي كده بس مع الكلاس عشان نعد الاوبجكتس اللي بيتم عملها من اي كلاس احنا عايزينه. اول حاجة هعمل امبورت للكاونت من الاتر تولز، بعد كده هعمل الكلاس بتاعي وهسميه امبلوي، بعد كده هعمل متغير يعد جوه منه بيبدا من الصفر، كاونت من الصفر، بعد كده هعمل متغير باندكس وده هديله زيرو، بعد كده هعمل داله البناء اللي هي كده كده بتفرض نفسها مع الشغل، وهعمل ايه؟ باجي للاندكس بقول له يا اندكس خد نيكست من الكاونت اللي انا عرفته ده، خد نيكست منه، فياخد النيكست، فالاندكس يبدا بزيرو، فاول واحد يبقى بزيرو، وانا بادئ اصلا الكاونت بزيرو، اول واحد هيبقى بزيرو الاندكس بتاعه، ثاني واحد هيبقى بواحد الاندكس بتاعه، ثالث واحد هيبقى باثنين الاندكس بتاعه، وهكذا. اما بالنسبه للكاونت فخلاص هو زاد مره فخلاص بيكمل عليه،
زاد مره بيكمل عليه، زاد مره بيكمل عليها، ما بيتغيرش الا مع كل مره ما بقول له نيكست بيتغير بيتغير بيتغير، فبيفضل ثابت على اخر قيمه هو عاملها. فاقدر دلوقتي اعرف كائنات من هذا الاوبجكت، واقدر استخدم هذا الكلام، اقدر اطبع من اي واحد فيهم الاندكس بتاعه، واقدر اطبع من اي واحد فيهم الاوبجكتس كاونت، كل واحد هيبقى بعدد. انا دلوقتي عرفت ثلاثة، فهو الكاونت هيبقى بكام؟ تعال نشوف مع بعض، سيف وتعال نشغل وبص. اول واحد اندكس بتاعه بزيرو، تاني واحد بواحد، تالت واحد باتنين زي ما قلت لك، والكاونت كده كده ثلاثة لانه عدى ثلاث مرات. فكده انت تقدر تعمل اندكس وكاونت للاوبجكتس. دالة الهدم في الكلاس هي دالة عكس دالة البناء، يعني دالة البناء لما كنا بنعملها كانت بتنفذ اول ما تعمل اوبجكت من الكلاس، اول ما الاوبجكت ده ينتهي على طول بتشتغل دالة الهدم. تعالوا نشوف مع بعض. هنا انا لما باجي اعمل كلاس واحط جواه دالة بناء اندرسكور اندرسكور اي ان اي تي اندرسكور اندرسكور وبديها سيلف، طبعا خلاص اي دالة جوه كلاس مفروغ منه الموضوع ده ان هو بتاخد سيلف. بعد كده لو انا جيت حبيت اعمل دالة الهدم زيها بالظبط بس بدل اي ان اي تي تبقى دل اندرسكور اندرسكور دل اندرسكور اندرسكور، وبتديها سيلف عادي وبتتنفذ اول ما الاوبجكت بيتعمل له ديليت. انا دلوقتي لو جيت عملت سيف وشغلت على كده مش هيحصل اي حاجه خالص، ولكن لو عرفت اوبجكتس من هذا الكلاس وعملت سيف وجيت شغلت هيحصل دالة بناء ثلاث مرات. حلو؟ حلو قوي. دلوقتي هو عمل لك اوبجكت از ديليتد، ممكن في بعض الحالات ما تلاقيهاش، فتظهر لك امتى؟ لما تعمل ديليت للاوبجكت. خلاص انت كده عملت له حذف بشكل نهائي. لو جيت تشغل دلوقتي هتلاقيهم اتحذفوا على طول، ده بعد ده. تمام؟ يبقى انت كده عرفت دالة البناء ودالة الهدم للكلاس. تضمين خصائص جديده للكائن. تعال تخيل معايا لو انا دلوقتي عندي كلاس اسمه امبلوي باس، ما بيعملش حاجه، ما فيهوش اي حاجه خالص. لو انا جيت عرفت منه اوبجكت، طبيعي الاوبجكت ده ما فيهوش حاجه لان الكلاس ما فيهوش حاجه. تعرف انك ممكن تضمن خصائص لهذا الاوبجكت دونا عن اي اوبجكت ثاني يتعرف من الكلاس. يعني لو انا جيت ندهت على الاوبجكت وقلت ان هو في خاصيه كذا وخد كذا، خلاص دي ضمنت جواه. ولو انا ندهت عليه ثاني وقلت له في خاصيه كذا جواه كذا، دي ضمنت جواه خلاص على طول. ولو جيت طبعتهم هيطبعوا معاك. تخيل سيف وشغل وشوف بنفسك هتلاقيهم اتطبعوا عادي، انت ضمنتهم هم ما كانوش موجودين. وفي حركة تانية بتضمن نفس هذا الكلام عن طريق الست اتر. ست اتر انا بعمل اتريبيوت جديدة. اهو بقول له خد الاي 1 اللي هو الاوبجكت ده، يعني حط جواه خاصية اسمها نمبر واديها واحد. وخد الاوبجكت اللي اسمه اي 1 تاني ست اتر، ها، واديله خاصية اسمها نيم وحط جواها القيمة دي. ونفس القصة لو جيت طبعتهم هتلاقيهم اتطبعوا هم نفس القصة، ولكن دي بطريقة ودي بطريقة. تضمين خصائص تنفذ اكواد. تخيل خاصيه تنادي عليها تنفذ كود، تخيل من غير قوسين حتى. اول حاجه تخيل معايا انت هتعرف كلاس فاضي ما فيهوش اي حاجه بس، وهتيجي بعد كده تعرف منه اوبجكت، كل ده عادي ما فيهوش اي مشكله. لو انا جيت بقى عملت حركه زي سيت اتر وقلت له خد الاوبجكت ده حط جواه حاجه اسمها تيست، التيست دي اكزك للكود ده، تطبع لي كلمه تيست. تخيل معايا انك انت لو ندهت على الخاصيه فقط وبدون اقواس وعملت سيف شغل كده هتلاقيها نفذت الكود اللي انت طالبه. انشاء عناصر سريه داخل الكلاس. تخيل معايا انا دلوقتي عندي كلاس، الكلاس ده انا هحط فيه دوال سريه، اي حاجه بتبدا باندرسكور اندرسكور دي كده سريه، بشرط ما تحطش اندرسكور في الاخر. يعني مثلا لو انا عرضت شويه المتغيرات دول، المتغير ده سري ليه؟ بيبدا باتنين اندرسكور وما حطتش اندرسكور في الاخر. المتغير ده سري ليه؟ لان هو بيبدا باتنين اندرسكور وما حطتش اندرسكور في الاخر. المتغير ده ليس سري ليه؟ لان في اتنين اندرسكور في الاخر. فناخد بالنا الدوال دي سريه، انا ممكن اعمل داله توصل للكائنات السريه ايا كانت هي ايه، متغيرات او دوال او اي حاجه، اوصلها من داله داخليه جوه الكلاس، لكن ممنوع تماما ان توصل ليها من بره الكلاس. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت عرفت اوبجكت من الكلاس ما ينفعش اوصل لاي حاجه سريه، ولا كانت ولا داله ولا كانت ولا متغير. لو انا جيت هنا وندهت على دي قلنا دي مش سريه فهيوصل لها عادي. انا ممكن استخدم الداله اللي هي بتطبع الحاجات دي. لو جيت عملت سيف وجيت عملت تشغيل هيعمل لك الشغل اللي جوه الداله اللي هي ليست سريه، لكن اي حاجه سريه لو ندهت عليها هيحصل ايرور على طول. التحقق من وجود عنصر جوه الكائن. انا دلوقتي عندي
كلاس، الكلاس ده اسمه امبلوي وجواه ده اللي اسمها تيست، وعندي اثنين من هذا الكلاس، اوبجكت اسمه امب 1 واوبجكت اسمه امب 2، وعايز اتحقق هل جواهم حاجه معينه ولا لا عشان ابني عليها شغلي مثلا. فهعمل ايه؟ هستخدم هاز اتر، وديها الاوبجكت اللي هتحقق منه، وديها اسم الخاصيه اللي عايز اعرف هي جواه ولا لا. لو انا جيت دلوقتي وتحققت من خاصيه اسمها نيم لامب 1 وتحققت من خاصيه اسمها نيم لامب 2، مفيش خصائص اسمها كده. لو جيت تحققت من حاجه اسمها تيست هلاقيها صح جوه اي واحده فيهم. طب ما تيجي نجرب كده سيف وتعالى نشغل، ايه اللي هيحصل؟ تلاقيه فولس فولس ترو. ليه؟ فولس دي مش موجوده ودي مش موجوده، لكن دي موجوده. طب ما تيجي نزود خاصيه ونضمنها نيم لامب 1 بس ونشغل، قلبت ترو. ليه؟ لان اصبحت موجوده. فانت بهذا الاسلوب تقدر تعرف الحاجه دي موجوده جوه الاوبجكت او لا. حذف الخصائص من الكائن. تعال تخيل معايا، لو انا دلوقتي عندي كلاس ما فيهوش حاجه وعندي اوبجكت منه وهضمن خاصيه جوه منه، الخاصيه دي انا عايز اعرف هي موجوده ولا لا بهذا اتر. لو انا جيت عملت سيف وجيت شغلت اكيد موجوده لان انا اللي لسه حاططها. طب ما تيجي نحذف بقى. ازاي بنحذف؟ عن طريق الدل اتر. بدي له الاوبجكت وادي له اسم الخاصيه اللي انا عايز احذفها. بعد لما حذفتها تعالوا نطبع الهاز اتر تاني ونشوف الطباعه التانيه هتعمل ايه. هنلاقيها بفولس لانه اتحذف. الكلاس المتداخل نستد كلاس، يعني كلاس جوه كلاس، يعني كلاس ابن لكلاس اب. تخيل معايا انت دلوقتي عندك كلاس اسمه كمبيوتر والكلاس ده ليه خصائص و و و، وحطيت جوه منه كلاس تاني اسمه هارد. تخيل ينفع جوه منه؟ خد بالك مش مستقل، لا في تابة اهي، ركز في تابة والحاجة اللي جواها فيها تابة تانية عن الكلاس، يعني جوه الكلاس، كلاس جوه كلاس. مش بس كده، احط جوه كلاس تاني وبراحتي افرع زي ما انا عاوز بفضل الله، واقدر ان انا اعرف. يعني لو انا عرفت من الكلاس الاصلي اعرف، لو عرفت من الكلاس الفرعي لازم انده على الاصلي، الاصلي ثم الفرعي، وانده على خصائص عادي وسيف وشغل هيطبع لك الحاجه اللي جوه الرام. لو انا جيت عرفت من الكلاس الاساسي اوبجكت اقدر اوصل من خلال هذا الكلاس لاي خاصيه من الخصائص الفرعيه او الرئيسيه لاي واحد فيهم. سيف وشغل وهتشوف بنفسك اهو جاب لك كل حاجه ما دام انت عرفت من الكلاس الاصلي. الوراثه من الكلاس انهيرتنس مهمه جدا 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 في اي لغه برمجه بفضل الله. تخيل معايا لو انت عندك كلاس، الكلاس ده اسمه بيرسون والنيم بتاعته مكتوب فيها بيرسون والادرس بتاعته مكتوب فيها ايجيبت وفي برنت داتا بتطبع الاثنين. تخيل معايا لو انا جيت رحت عامل كلاس تاني اسمه امبلوي فاضي باس، الكلاس ده كده ما فيهوش اي حاجه اللي هو الامبلوي، ما فيهوش اي حاجه ولا بيعمل اي حاجه. تعرف ان انا ممكن اخلي الامبلوي يورث من البيرسون، ولو ورث هياخد كل حاجه جواه زي ما هي بالدوال بالخصائص بكل حاجه مكتوبه حتى بالقيم. الوراثه ازاي؟ ما بين الاقواس بتاع الامبلوي للكلاس الوارث. انا دلوقتي عايز اخلي الكلاس ده يورث، فعملت له اقواس وجوه الاقواس هحط اسم الكلاس اللي عايزه يورث منه بس كده خلاص. ولو جيت اشتغلت وعرفت منه اوبجكت، الاوبجكت هيبقى واخد، ولو طبعت البيانات هيطبعها عادي مع ان انا ما عملتش اي حاجه ولا حطيت جواه اي حاجه، ومع ذلك هتلاقيه ورث. والدليل شغل كده وشوف بنفسك هتلاقيه كل حاجه اتطبعت وكانه هو اللي جواه الحاجات دي مش البيرسون. الوراثه المتعدده، يعني خلي كلاس يورث من ده وده وده وده. ازاي؟ بص تخيل معايا لو انت عندك كلاس اسمه اذر داتا وعندك كلاس اسمه بيرسون، وهعمل بعد كده كلاس امبلوي يورث من الاثنين. اعمل ايه؟ هخلي البيرسون يورث من الاذر داتا وهعمل الامبلوي واخليه يورث من البيرسون، فاصبح الامبلوي لو عرفت منه واشتغلت بيه هيورث من الاثنين، من البيرسون ومن الاذر داتا، ولو شغلت هيشتغل معاك عادي بفضل الله. وفي طريقه ثانيه هي انك ما تخليش البيرسون يورث خالص تمام، ولكن تيجي هنا في الامبلوي تقول له اورث من البيرسون كوما واورث من الاذر داتا كمان بفضل الله يشتغل معاك. سيف وشغل معايا هتلاقيه اشتغل معاك عادي برضو، لان نفس الطريقه ممكن تعملها كده او تعملها كده حسب فهمك انت. اظهار التوثيق للاشياء. تخيل معايا لو انا دلوقتي عندي توثيق دوكيومنتيشن، لو انا عملت كلاس اسمه بيرسون وجواه توثيق بالمنظر ده، وعندي كلاس اسمه امبلوي وجواه توثيق بالمنظر ده، وعاوز اظهر هذا التوثيق ازاي لاي كلاس بقى سواء انت عامله او هم اللي عاملينه في البايثون. تعال هنا هتعمل نداء على الكلاس ثم دوت اندرسكور اندرسكور دوك اندرسكور اندرسكور
سواء الامبيروي او الايه او البرسون، اعمل سيف وتعالى شغل كده هتلاقيه عرض لك اللي انت كاتبه. تمام، تعالى اعمل فاصله وتعالى اطبع من الاوبجكت، يعني اعمل اوبجكت من الامبلوي واطبع منه الدوك، هل ينفع؟ لو انا عملت سيف وشغلت ينفع؟ هتلاقيه عرض لك نفس الايه التوثيق. اظهار القاموس، يعني بتدور على كل حاجه جوه الحاجه اللي انت عملها. تخيل معايا لو انت عندك كلاس اسمه امبلوي وجوه كذا وكذا وكذا، وهو طبعا بغير الحاجات اللي بياخدها من البايثون عشان الشغل. تخيل معايا لو انت جيت وعايز تنادي على القاموس بتاعه شغله عامل ازاي، تعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله تعمل برنت منه دوت اندرسكور اندرسكور ديكت اندرسكور اندرسكور. تخيل كده لو انا عملت سيف وجيت شغلت، ايه اللي هيحصل؟ هيعرض لك قصه حياته في كذا وكذا وكذا وعامل كذا وعامل كذا. تخيل بقى لو انت ندهت على حاجه في البايثون هتلاقي قد كده، تمام؟ هتعرف بقى جواها ايه. طيب تخيل لو انا بقى عملت اوبجكت من هذا الكلاس، الاوبجكت ده ما فيهوش حاجه، رحت انا جاي مديله سيتي ورحت مديها قيمه وجيت طبعت منه الديكت، ينفع؟ تخيل هيطبع ايه، شغل كده وبص معايا هيطبع ايه بعد الفاصل. بص طبع لك اللي جواه بقيمته. اظهار اسم الكلاس، تخيل معايا لو انت عندك كلاس اسمه امبلوي ما بيعملش حاجه، تخيل معايا لو انت عندك كلاس اسمه دكتور ما بيعملش حاجه، تخيل معايا لو انت عندك كلاس اسمه كمبيوتر وجوه الكلاس ده في كلاس نستد منه اسمه هارد، تخيل معايا لو انت عندك كلاس اسمه ستودنت. انا عايز اعرف اسماء الكلاسز بالكود ازاي؟ هنده على امبلوي دوت اندرسكور اندرسكور نيم اندرسكور اندرسكور سيف شغل، هيطبع لك اسم الكلاس. تخيل بقى للباقي، لو انا طبعت الدكتور اوكي، لو انا طبعت الكمبيوتر اوكي، لو انا طبعت الهارد من الكمبيوتر اوكي، لو انا طبعت الاستودنت اوكي، لو جيت عملت سيف وجيت شغلت هيطبع لك كل الاسماء زي الفل. اظهار موديول الكلاس، الكلاس ده تابع لانهي موديول؟ يعني تخيل معايا لو انت شغال هنا ورحت عامل كلاس اسمه امبلوي ورحت طابع منه اندرسكور اندرسكور موديول اندرسكور اندرسكور، لو انا عملت سيف وجيت شغلت دلوقتي هيقول لك ده تبع ايه؟ تبع المين، المين الاساسيه اللي انت شغال عليها. طيب تعالى هنا في الماي اللي احنا كنا عملناه قبل كده نعمل كلاس نسميه بيرسون، والبيرسون دوت ما بيعملش حاجه، تمام؟ هنعمل كلاس نسميه ايه؟ بيرسون، ما بيعملش حاجه، وهعمل سيف هنا في الماي، هعمل سيف، وتعالى هنا انده على الماي امبورت للماي، وانده لي على البيرسون اللي في الماي وقول له النيم والموديول، سيف شغل. ايه اللي حصل؟ قال لك ده تابع لايه؟ النيم بتاعه بيرسون تابع لايه؟ تابع للماي، تعرف الموديول بتاعه. اظهار الكلاس الاب، انت عندك كلاسز ورثه من بعضيها وعايز تعرف مين ابو مين. تخيل معايا لو انت عندك كلاس اسمه اذر ما بيعملش حاجه، وعندك كلاس اسمه بيرسون وجواه كذا وكذا، وعندك كلاس اسمه امبلوي وارث من البيرسون والاذر، وارث من البيرسون والاذر، وعندك كلاس اسمه دكتور وارث من الامبلوي، وعندك عايز تطبع الاب بتاع الامبلوي فتروح قايل له اندرسكور اندرسكور بيز اندرسكور اندرسكور كده، تقول ابوك مين يا امبلوي؟ ها الامبلوي هيقول لك ابويا مين؟ سيف وتعالى نشوف. قال لك بيرسون هو اول واحد ورث منه حقه. طيب وانت يا دكتور ابوك مين؟ قال لك ايه؟ امبلوي. طيب وانت يا بيرسون ابوك مين؟ سيف شغل. قال لك اوبجكت. لا ده مش وارث من حاجه. ما هو كده الاوبجكت ده اساسي اجباري كله بيورث منه. اظهار الكلاسز الاباء، يعني انا دلوقتي لو عندي كلاس اسمه اذر وكلاس تاني اسمه بيرسون وكلاس اسمه امبلوي وارث من اتنين، عايز الليله دي كلها ازاي؟ اول حاجه بعمل امبورت الانسبكت، بعد كده من الانسبكت بختار جيت ميرو واديها الاوبجكت تديني قصه حياته. تخيل لو انا جيت عملت سيف وشغلت دلوقتي قصه حياته، تقول لك ده بادئ بقى من كذا وورث من كذا وورث من كذا، حتى الاوبجكت اللي هو الاساسي بتجيبه لك، بتقول لك ده وارث من كل وكل كذا وكذا، يعني كل اللي ورث منه بتجيبه لك على طول قصه حياته عن طريق الايه؟ الجيت ميرو. ده غير ان في كمان ايه؟ طريقه ثانيه، وهي ايه بقى؟ تخيل معايا انا دلوقتي عندي كلاس اسمه اذر داتا 2 وعندي كلاس اسمه اذر داتا وعندي كلاس اسمه بيرسون، كل ده موجود، وعندي امبلوي وارث من البيرسون والاذر داتا والاذر داتا 2، وعندي كلاس اسمه دكتور وارث من الامبلوي اللي هو وارث من الثلاثه دول، وعندي اطبع البيسز، هو ده اللي باخد بيه البيسز اندرسكور اندرسكور بيسز اندرسكور اندرسكور، وحاطط لك فاصله ما بين كل واحده والثانيه علشان اثناء الطباعه تاخد بالك. طب سيف وشغل كده علشان نشوف القصه عامله ازاي. اهو قدامك جاب لك قصه الحياه بس مش زي الجيت ميرو، دي طريقه ثانيه علشان لو عايز تعرفها.
إعادة الكتابة على الدوال، أوفر رايد على الدالة، مهم جدا. تخيل معايا لو أنت دلوقتي عندك كلاس اسمه بيرسون، والكلاس اللي اسمه بيرسون هأجله دلوقتي هكتب جواه إيه؟ تخيل معايا هعمل كاستمر يورث منه، وهعمل امبلوي يورث منه، وهعمل دكتور يورث منه هذا الكلاس، وهعرف منهم من كل واحد أوبجكت، وهستخدم دالة لسه هعملها اسمها برنت تايب. أعملها فين؟ هعملها في البيرسون. هعملها فين؟ في البيرسون. الداله اللي انا هعملها في البيرسون دي اسمها برنت تايب، كله هيورثها ولكن هيطبع ايه؟ انا قلت له اطبع بيرسون، ولكن هيطبع ايه؟ هيطبع ايه من كل واحد؟ بيرسون كاستمر امبلوي دكتور سيف شغل، كله هيطبع بيرسون. ولكن الاوفر رايت بيخليك تعمل ايه؟ بيخليك تعيد الكتابه بعد الوراثه. ازاي؟ تخيل معايا لو انا رحت جاي عند الكاستمر، رحت حاطط الداله بحيث تطبع كاستمر، وجيت عند الامبلوي بحيث تطبع امبلوي، وجيت عند الدكتور بحيث تطبع دكتور، وجيت عملت سيف وجيت شغلت كده، هتلاقي كل واحد طبع زي ما انت عاوز، وكده احنا قعدنا الكتابه على الداله بعد التوريث من كلاس معين. اظهار اسم كلاس الكائن. تخيل معايا لو انت عندك كلاس اسمه بيرسون، وجواه ده اللي اسمها برنت تايب، بتطبع كلمه بيرسون، وعملت كلاس كاستمر فاضي بيورث من البيرسون، وكلاس امبلوي بيورث من البيرسون ما بيعملش حاجه، وكلاس دكتور بيورث من البيرسون. لو انت دلوقتي عرفت من كل واحد فيهم اوبجكت، وطبعت برنت داتا، وعملت سيف وشغلت زي ما احنا عارفين هتبقى كلهم بيرسونز، بيرسون بيرسون كله بيرسون. حلو. لكن انا دلوقتي عايز استغل حاجه ثانيه خالص من غير ما اعمل اوفر رايد. عايز اعمل ايه؟ عايز اطبع اسم الكلاس بتاع الاوبجكت. ما هو كده كده انت جاي لك سيلف. حلو قوي. اجي هنا بدل ما اطبع بيرسون اخليها ديناميكيه. ازاي بقى؟ بص، اول حاجه انت كده كده عندك السيلف اللي انت بتستخدمه ده، خلاص. عايز منه ايه؟ عايز منه، ما ينفعش اجيب النيم لانه ده اوبجكت، لا. طب ما عايز منه ايه؟ عايز دوت اندرسكور اندرسكور كلاس. كده انا وصلت للكلاس اندرسكور اندرسكور، كده وصلت للكلاس. بعد كده اجيب بقى النيم من الكلاس، دوت اندرسكور اندرسكور نيم اللي خدناه قبل كده اندرسكور اندرسكور. كده بفضل الله يجيب لك النيم بشكل ديناميكي، ولو شغلت دلوقتي من غير ما اعمل اوفر من غير ما اعمل اي حاجه سيف وشغل هتلاقيهم طبعا صح، بيرسون كاستمر امبلوي دكتور. وكده بفضل الله انت بقيت متمكن من البايثون واوبجكت اورينتد بروجرامنج بتاعها. الف مبروك، لانك بعد ما اتعلمت اساسيات البايثون والاوبجكت اورينتد بروجرامنج بفضل الله تقدر ان انت تكتب اكواد لديسكتوب ابلكيشن تعمل على المنصات ويندوز ولينكس وماك او اي منصه اخرى، وتقدر ان انت تبني ويب سايت يعمل على البايثون، وتقدر ان انت تبني موبايل ابلكيشن يعمل على البايثون. بفضل الله الاساسيات والاوبجكت اورينتد بروجرامنج من اهم اساس لاي لغه، وانا بحييك انك انت ذاكرت وتابعت الفيديو وركزت في هذا الموضوع. لو الفيديو عجبك ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب ومشاهده مستمره ونشر في كل مكان.